خلاص رسميا لا سوبر بين الاهلي والزمالك، واهلا بنادي بيراميدز. اعتذر الزمالك او انسحب من السوبر، مش دي الحكايه، مجرد مسميات. وبالتاكيد خسرنا الزمالك الاسم الكبير امام الاهلي في السوبر، في نفس الوقت كسبنا بيراميدز بنجومه الكبار علشان نضمن سوبر كبير ايضا وتكرار لنهائي كاس مصر. الاهلي بافضليه الحاله الفنيه والمعنويه وايضا البدنيه، ولكن يبقى بيراميدز منافس صعب مهما كانت الظروف. نتمنى احتفاليه مصريه مشرفه في الامارات، ونتمنى للمصريين هناك وهنا متعه كرويه كامله ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. بصوا اكلمكم بصراحه شديده جدا جدا. واحد وهو بيحضر حلقته وهو بيحضر الكلام اللي يطلع يشاركه مع حضراتكم في وسط هذا الكم الكبير من الجدل، وخليني اقول الجدل عشان اخفف الالفاظ او المسميات، حاله كبيره وصعبه بقالها ايام. الواحد بيحضر، طيب ايه الايجابي؟ ايه الكويس في الموضوع؟ طب يا جماعه هنتكلم على ايه النهارده؟ طب تعالوا نقفل الصفحه القديمه ونفتح صفحه جديده. كل ده الواحد بيقعد يفكر فيه عشان يطلع بشكل ايجابي افضل، يعني لصحتنا النفسيه وحالتنا المزاجيه. طبيعي يعني، طبيعي، وانتم متعودين بينا على كده انه مش لازم كل حاجه تبقى سلبيه يعني. بس هو في حقيقه الامر لما فكرت في الجزئيه الاخيره دي اللي هي بتاعت انه نقفل صفحه قديمه ونفتح صفحه جديده، الصفحات خلصت من حالة دائمة من عدم التقدير للوضع الرياضي في مصر، عدم تقدير للكورة، عدم تقدير لعشق الناس للكورة من الكل بصراحة، من الكل. عشان بس أنا عارف دايما بيبقى الواحد أو السادة المشاهدين يعني المشجع اللي بيحب فرقته بيبقى مستني يشوف حد يعني يقول اللي هو بيقوله، بس انا ما بعملش كده، مش عايز اعمل كده. مش عايز اعمل كده ليه؟ عشان ده مش هيحل ولا هيربط. هو في حقيقه الامر في هذه الازمه، وهي ازمه، احنا كمحبين لكره القدم، احنا المصريين، احنا العرب، خسرنا مواجهه كبيره بين الاهلي والزمالك، مواجهه عربيه كلاسيكيه، واحده من اهم الدربيات في العالم. الاهلي والزمالك ده مصنف من أهم الدربيات في العالم. خسرناها. السبب إيه؟ هنقعد نتجادل ونتكلم ونتناقش وكل واحد يطلع دفوعه، بس أنا واقف عند النتيجة. نتيجة مفيش ماتش بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة في السوبر. أنا بقى هقفل لك كل اللي فات وهقول لك في الجديد. السادة المسؤولين عن كرة القدم المصرية، لو سمحتم، كثير من الانضباط، كثير من اللوائح الواضحة، كثير من القوانين الرادعة، كثير من الالتزام، خلونا نعيش زي ما الناس بتعيش كرة القدم. والله سهلة. موضوع بقت مباريات إعلامية ومباريات على السوشيال ميديا ومباريات عبر البيانات الرسمية، مباريات بس مش مباريات حقيقية، مباريات خيالية. في الملعب نادرا لما بنشوف نفس المنافسة خارج الملعب موجودة في الملعب، ووصلت لمرحلة إنه بقت المنافسة خارج الملعب وما بقتش أصلا موجودة في الملعب. خلاص الزمالك خارج السوبر المصري بقرار رسمي من مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا، واتحاد الكرة يوجه الدعوة لنادي بيراميدز للمشاركة أمام النادي الأهلي بصفته وصيف الدوري المصري، وصيف نادي الزمالك عن الموسم الماضي. وبيراميدز يسافر غدا الأربعاء إن شاء الله عشان يواجه النادي الأهلي في السوبر يوم الجمعة. من الحاجات الطريفة في الموضوع إنه الخناقه اللي احنا عايشينها دي او المناوشات اللي احنا عايشينها دي عن كاس سوبر عن الموسم الماضي،
اللي هو احنا دلوقتي في شهر 5 بنلعب كاس السوبر عن الموسم الماضي وبطل الدوري عن الموسم الماضي، مش موجود في كاس السوبر عن الموسم الماضي ومكانه وصيف الدوري عن الموسم الماضي اللي هو هو وصيف الكاس عن الموسم الماضي، وتقعد تحس انه انك في حاله مش منطقيه من كل شيء من كل شيء. والغريب في ده انك تلاقي اصابع الاتهام عماله تتوزع، ايه يقول لك ايه الزمالك مش عارف ايه، الحق الاهلي عمل ايه، بص اتحاد الكوره عمل ايه، طب بص لجنه الانضباط عملت ايه، طب بص الاعلامي عمل ايه، طب بص كريم وحسين ومحمود عملوا ايه. يا جماعه هو اصلا كله عبث اساسا، يعني كل احنا بنتناقش ونتجادل في حاجات اصلا مش منطقيه. عشان كده من الاخر يعني اللي بيحب بلده بجد، اللي خايف على بلده والرياضه في بلده وكره القدم في بلده، ياخد الدرس ولو مره. انا عارف انه الكلام مكرر، يا جماعه ناخد الدرس، ما هو الخطا اللي احنا فيه دوت او الجدل اللي احنا فيه ده بقاله 50 سنه ما بنتعلمش. لعل وعسى لعل وعسى نتعلم، يبقى في لوائح واضحه، في قوانين واضحه، في حاجات ثابته. يعني مثلا في قصه كهربا دي، كهربا اصلا الموقف بتاعه من شهر يناير، من شهر يناير لما راح لجماهير النادي الاهلي وحصل اللي حصل، من شهر يناير. احنا في شهر 5 ونتحدث عن عقوبة، هل هتنفذ ولا مش هتنفذ، هل العقوبة صحيحة ولا مش صحيحة، في شهر 5. تخيل لو في شهر يناير راجل أخطأ فخد عقوبته فخلصنا فالحدوتة انتهت وما كانش فيها حكاية. هتقولنا يا جماعة معلش بعد إذنكم لو جاهزة معانا التسلسل اللي حصل في حكاية كهربا دي تحديدا، عشان أفهمكم احنا بدأنا منين ووصلنا لحد فين وتهنا ازاي. تهنا، كلنا تهنا، وبدأ كل واحد عنده مظلومية عشان من الأول مفيش حاجة واضحة من فوق، من المسؤولين عن الكورة مفيش حاجة واضحة. تعالوا بصوا، تعالوا بصوا الحكاية من البداية للنهاية، بداية من عند كهربا ونهاية عند بيراميدز. تعالوا نشوف. أولاً، قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والتي أقيمت يوم 21 يناير الماضي كانت بداية الأزمة الحالية. الأزمة الحالية بدأت 21 يناير، احنا في 1/5 يعني تقريبا احنا بنتكلم يعني في 4 شهور تقريبا يعني. بعد تقديم نادي الزمالك شكوى ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي في اتحاد الكرة، وهو ما دعا الأهلي للرد بتقديم شكوى هو الآخر ضد رئيس نادي الزمالك. يوم 26 يناير أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة والتي كان يترأسها المستشار محمد عبده صالح استقالته من منصبها، وهو ما تسبب في عدم مناقشة شكاوى الناديين نظرا لفراغ لجنة الانضباط من أعضائها المستقلين. يوم 12 فبراير أعلن اتحاد الكرة تشكيل لجنة انضباط جديدة برئاسة المستشار عزت خميس، وبدأت اللجنة في التعرف على الملفات الموجودة. وفي يوم 16 ابريل، يعني تتكلم اللجنة شكلت يوم 12 فبراير، بعدها بشهرين وشوية يوم 16 ابريل أصدرت اللجنة قراراتها في شكاوى الأهلي والزمالك، وقررت إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة وتغريمه 1,000,000 جنيه مع منع رئيس نادي الزمالك من حضور المباريات لمدة شهرين. رابعا، النادي الأهلي استأنف على هذه القرارات من أجل وقف تنفيذ العقوبة على كهربا، ثم تقدم بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة بصفتهما بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط ومخالفة بنود القانون. خامسا، في الأول من مايو الجاري أعلنت لجنة الاستئناف وقف النظر في الطلبات المقدمة أمامها لحين فصل القضاء الإداري في دعوى النادي الأهلي ببطلان تشكيل لجنة الانضباط، وهو ما دعا الزمالك للاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر. سادسا، قام اتحاد الكرة مساء الثلاثاء 2 مايو بالإعلان عن اختيار نادي بيراميدز للمشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي بالإمارات ليكون بديل الزمالك في هذا اللقاء. وانتهت الحكاية والحدوتة هنا، بدأت من عند كهربا وانتهت عند بيراميدز. احنا خسرنا وحقيقي
بكلمك العالم العربي كله، مصر كلها بتبقى مستنيه مباراه الاهلي والزمالك. انا بكلمك انت كمشجع بتحب الكوره، ركز معايا، انا لا اتحدث معك عن مشجع بيحب الزمالك فمقتنع بقرار نادي الزمالك او مختلف معاه، ولا بكلمك على مشجع للنادي الاهلي شايف انه خد حقه ولا ما خدش حقه، مش بكلمك على الحكايه دي خالص. انا عارف انت كمشجع لنادي بتبقى نفسك اللي قدامك دوت يقول رايك او يمشي مع ناديك، بس هو الموضوع اكبر من كده. احنا بنحب الكوره وبس، احنا بنحب الكوره وبس، حبنا للكوره يخلينا نحب نشوف مواجهه دايما بين الاهلي والزمالك، اكبر الناديين في الوطن العربي ده ببساطه، مع كل الاحترام الكامل لفريق بيراميدز، الفريق الكبير اللي ولد كبيرا وفريق عنده من النجوم اللي ما تقلش ابدا عن الاهلي والزمالك وممكن تفوق احدهما كمان، فده ليس تقليلا ابدا في بيراميدز، لكن نتحدث عن الزمالك التاريخ امام النادي الاهلي التاريخ، المواجهه الكلاسيكيه الاهم في الوطن العربي ببساطه شديده. يعني زي بالظبط كده لما تتكلم عن مواجهه بين ريال مدريد وبرشلونه، اعتزل برشلونه ولعب اتلتيكو مدريد، هي تبقى مواجهه قويه جدا، بس مش هتبقى بشعبيه ولا جماهيريه ولا جمال مواجهه ريال مدريد وبرشلونه بطبيعه الحال يعني. طيب معانا عبر الهاتف الان الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور كالعادة. صباح الفل طبعا زميلي وصديقي المتألق دائما كريم، ببقى سعيد جدا بوجودي معاك، لكن عاوز أضحكك في الأول، أنا واقف في البلكونة بقالي ساعة من المدخلات لما راح أتلك. الله يكون في عونك. ما اقدرش اتاخر عنك ابدا يعني. يا حبيبي يا دكتور ايهاب، حبيبي حبيبي. لا ما احنا مش هنطول ان شاء الله، عشان عارف برضو ان انت مرهق اكيد بطبيعه الحال بسبب الضغط النهارده، كل الناس عندها تساؤلات. بس انا سؤالي الاول هو ربما يكون سؤال مختلف عن الاسئله اللي سمعتها النهارده، مش مجرد سؤال عن الحدث اللي احنا عايشين فيه، بس ده تساؤل انا بساله بقالي يومين، هو لحد امتى مش هيبقى عندنا لوائح وقوانين واضحه وصارمه وسريعه وجازمه في كثير من الامور والقضايا قبل ما ندخل في اي جدل بين انديه او بين الانديه والاتحاد او بين انديه ولجان؟ امتى نبقى صارمين وانت راجل مطلع على كره القدم العالميه، لاعب يوقف او لاعب يخطئ تاني يوم على طول مباشره تلقائيا انا كاعلامي اقول خلاص ده هيتوقف كذا ماتش، ليه عندنا دايما الامور مش واضحه؟ عيب جدا بهذا السؤال، لكن عاوز اقول لحضرتك ما يتم الآن في الاتحاد المصري لكرة القدم في مثل هذه الأمور هو تطبيق اللوائح اللي لازم يمشي بها على الجميع دون استثناء. اللائحة بتقول لك إن لجنة الانضباط من حقها إصدار العقوبة، ولجنة التظلمات أو لجنة الاستئناف من حقها أيضا البت فيها، تعليق العقوبة لحين البت فيها، البت فيها ممكن يكون في يوم ممكن يكون في يومين على طول، لكن ده وفقا للائحة. ما كان يتم قبل ذلك هو امر كان خارج نطاق اللوائح والقوانين، احنا بدانا نطبق اللوائح كما ينبغي ان تكون او بالصوره الصحيحه اللي ينبغي اللي هي تكون عليه. انا نفسي معاك ومع كل الناس في مصر اللي احنا نصل بكره القدم في مصر وبالرياضه في مصر الى حاله من الارتياحيه والقبول لدى الجمهور في الشارع المصري، وان هو يتقبل لما اصدر عقوبه على ايهاب ولا على كريم يقول لك في عدل في هذه العقوبه، وبتطبق العقوبه على الكبير قبل الصغير، لان انا عندي ضلعي او هرمي الكره في مصر هم النادي الاهلي ونادي الزمالك، وبالتالي لما اي نادي صغير بيشوف ان العقوبه والقانون بيطبق على الكبير هو نفسه كمان هيقول لك خلاص اصبح له عدل، وده اللي احنا بنسعى له داخل اروقه الاتحاد المصري لكره القدم. تسالني عن الوقت الحاضر، انا بطبق اللائحه الصحيحه. طيب. ما كان بيحدث قبل ذلك في قصه مثلا زي امام عاشور، لا كان من حق امام عاشور وفقا للائحه اللي موجوده دلوقتي ان هو يوقف لجنه الانضباط في حين الفص فيها من لجنه التظلمات، ده ما حصل. طيب مع ولو كنا موجودين ايام امام عاشور باللائحه اللي موجوده معانا كنا هنعمل كده مع امام عاشور. طب دي نقطه مهمه جدا. طيب دكتور ايهاب انا هتكلم مع حضرتك بتايم لاين، احنا بنتكلم في مواجهه الاهلي والزمالك كانت في نهايه شهر يناير الماضي، احنا دلوقتي في شهر 5 او نتحدث على اخر قرار للجنه الانضباط تقريبا في منتصف شهر ابريل، يعني احنا بنتكلم في فتره زمنيه وصلت لثلاث شهور، هل ثلاث شهور دي فتره منطقيه وطبيعيه لقرار ضد لاعب اخطا او اعترف في لجنه الانضباط انه اخطا، هل ثلاث شهور دي فتره طبيعيه ومنطقيه؟ تمام. طبعا انت حضرتك عارف ان القرار صدر من خلال لجنتين اثنين، لجنه الانضباط السابقه برئاسه المستشار الجليل محمد عبد الصالح، واللجنه الحاليه برئاسه المستشار الجليل طبعا اللي بنكمله له كل تقدير عزة بخمس. وبالتالي طبعا على ما بعت الكهرباء في المره الاولى جه او ما جاش، وبعد كده بعتت الثاني لغايه ما انتظم امام اللجنه
الخاصه بالانضمامات السابقه، وخلاص كانت هتصدر قرارها، وحصل اللغط اللي كلنا عارفينه، واستقالت اللجنه السابقه برئاسه المستشار محمد عبد صالح. ثم بعد ذلك على ما عيننا اللجنه الجديده برئاسه المستشار الجليل عز الدين خميس. انا كاتحاد مصر لكره القدم، هذه اللجان هي تابعه للاتحاد ولكن لها استقلاليتها الكامله، لا اتدخل في عملها من قريب ولا من بعيد. لا ليا ان انا اقول لها عجلي او بطئي، انا دلوقتي بحيل الامر او الشكوى المقدمه للاتحاد المصري الى هذه اللجان، وعلى هذه اللجان بقامتها القانونيه والقضائيه اللي موجوده فيها تنظر في الامر وتصدر العقوبه. كانت العقوبه النهارده بتنفذ وبتبعت على طول في نفس اليوم الى المنوط بهم هذا الامر، وبالتالي انا ما اقدرش اقول له قرار هيكون ايه ولا هتصدر عقوبه ايه ولا هتطلعه امتى. ده امر مستقل تماما للجنه الانضباط او أنا ممكن اقف هنا. معلش يا دكتور ايهاب، انا مش حابب اقطعك ابدا، بس هقف هنا لحظه واحده بس. بما انك اتحاد الكره اللي اللجنه تابعه ليك، لما اللجنه تاخد شهرين في بحث هذه القضيه، احنا عندنا حاجه من الاثنين، يا اما اللجنه تاخرت كثيرا في اتخاذ قرارها فاتحاد الكره محتاج يراجعها، يا اما مفيش لوائح وقوانين واضحه، ودي النقطه اللي هنرجع لها تاني، انه مفيش لوائح وقوانين واضحه مخليه يحسم قراره خلال شهرين. احنا بنتكلم في لجنه عينت في فبراير، اللجنه الجديده، والقرار حصل في ابريل، شهرين تقريبا بالظبط، كتير، فتره كبيره جدا. طيب زي ما انت عارف يعني انا مثلا لو معروف في قضيه من القضايا اللي امام المحاكم العاديه، انت عارف بتروح تحقيقات نيابه وبعد كده بياخد القاضي، ممكن ياجل جلسه واجل اثنين لحين الاستماع، لحين ادله جديده ممكن ان انا احلها لخبير اصوات، يعني في امور كثيره جدا. انا معاك ان المده طولت شويتين، وان احنا نفسنا ان العداله تكون ناجزه وتكون بسرعه اسرع من كده، وده اللي بكل تاكيد الاجلاء القضاه اللي موجودين داخل اروقه الاتحاد المصري هيعملوا عليه خلال الفتره القادمه، ان يكون في الانجاز في مثل هذه القضايا، عشان الشارع الرياضي يحس ان في الامور بتتاخد بصوره من الجديه وبصوره سريعه، وبالتالي يكون في ارتياح في الشارع الرياضي. انا معاك في دي، وان شاء الله باذن الله بكل تاكيد هم متابعين كل ما يحدث في البرامج الرياضيه وكل ما يحدث في الساحه الرياضيه، وهيكون ده في حسبانهم الفتره القادمه ان شاء الله. طيب الناحيه الثانيه دكتور ايهاب، بسالك على الجانب الاماراتي فيما يخص مباراه السوبر، هل الجانب الاماراتي في التنظيم هناك هل ابدا اي انزعاج من عدم وجود الزمالك في هذه المواجهه، ولا هو متفاهم فكره وجود بيراميدز بديلا للزمالك؟ طبعا انا استمعت اليك في المقدمه، معاك تماما واقر تماما ان زي ما بنقول دايما ان الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي لهم طعم ثاني، لهم مذاق ثاني، لان هم دول كلاسيكو الكره المصريه، زي ما بتتكلم في ريال في اسبانيا، زي ما بتتكلم في كل دوريات العالم. لا بنشوف الهلال والنصر في والاتحاد في السعوديه، لا بيبقى لها طعم ثاني، بيبقى الجماهير بتحرك الصخ. وزي ما انا دايما بقول ان اللاعب داخل المصافيل الاخضر عامل زي الفنان اللي على المسرح، الجمهور هو اللي بيحركه، وبالتالي انت ده تاريخ ما يقدرش حد يتكلم فيه، ما يقدرش ابدا نتكلم في تاريخ الاهلي او اتكلم في تاريخ الزمالك، شاء من شاء وابى من ابى، دول كيان وقمه الكره المصريه حتى ولو مروا ببعض فترات الضعف. فانا معاك ان الامر كان بيختلف تماما في وجود الاثنين، لكن الجانب الاماراتي كان التذاكر طبعا كانت بعد، لكن انا بشكرهم شكرا جزيلا. النهارده كانوا قالوا جمهور نادي الزمالك من حقه رد التذاكر الخاصه بيه واسترداد ثمنها، وده شيء يشكر عليه الجانب الاماراتي والمنظمين وشكل برزنتيشن ايضا الراعي لهذا الحدث. لكن خليني برضو في نفس الامر اللي احنا في مرحله انقاذ، سواء كان من نادي بيراميدز او من نادي فيوتشر اللي قدموا موافقه نسائيه في الساعه 3 على التواجد في مثل هذه المباراه، لكن كان هيبقى لها شكل ثاني من حيث الجماهيريه، لكن فنيا برضه فريق نادي بيراميدز انت عارف فريق كبير جدا، في اسماء ياما متعتنا وبتمتعنا بكره القدم، سواء كان مع منتخب مصر او مع انديتهم السابقه او مع نادي بيراميدز حاليا. هل بيراميدز ابدى اعتذاره الاول عن المشاركه في هذه المواجهه؟ لا، هو بيراميدز بس يعني انا مطلوب مني ان انا اكون موجود. طيب التاشيرات هتكون انت، هل انا مطلوب مني بصفتي ايه؟ بصفتك زي ما لاحق يعني استفسر عن بعض الامور، لكن بشكر نادي بيراميدز، الناس متفاهمه تماما وعارفين ان دي مباراه كبيره وتطلب فيها برضه حدث كبير هيضيف لنادي بيراميدز زي ما هيضيف لمباراه السوبر بكل تاكيد. فكان في يعني المفاوضات كانت مريحه جدا جدا مع طبعا القائمين على نادي بيراميدز اللي بنوجه لهم الشكر والتحيه. طيب لماذا اصدر اتحاد الكره النهارده بيانا انه اعطى فرصه للانديه لمده 60 دقيقه لحسم موقفهم سواء الزمالك او بيراميدز؟ ده يمكن اغضب نادي الزمالك واصدر في المقابل بيان. طيب انا اتسالت في السؤال ده النهارده ومره ثانيه،
صح الاتحاد المصري لكرة القدم اللي هو يخش او يدخل في مشاحنه او في معركه مع نادي جماهيري كبير زي نادي الزمالك او اي نادي جماهيري او اي نادي، لان احنا كلنا في الاول وفي الاخر جايين ايدينا في ايدين بعضنا عشان نطور كره القدم. انت موجود كريم في البرنامج بتاعك، لو انت هتغيب عن البرنامج يوم لازم بتبقى محضر نفسك قبلها، ومين اللي هيكون بديل لكريم عشان ده شغل هوا ما فيهوش طراوه، صح ولا انا غلطان؟ صحيح 100%. فانا دلوقتي نادي الزمالك كان من المفترض ان هو يسافر بالامس وما سافرش، وبعد كده طلع بيان من خلال وسائل السوشيال ميديا ووسائل الاعلام المختلفه ان نادي الزمالك مش هيشارك في مباراه السوبر. فانا دلوقتي محطوط عامل الوقت مش في صالح الاتحاد المصري لكره القدم ولا في صالح الناس اللي موجوده في الامارات. انا مش هروح العب في اسكندريه او هروح العب في استاد القاهره في ساعه هكون موجود هناك، ده في تاشيرات وفي حجز طيران وفي حجز فنادق، فامور كتيره جدا بتاخد مزيد من الوقت. فاحنا النهارده لما بعتنا لنادي الزمالك وفي نفس الوقت بعتنا للثلاث انديه سواء بيراميدز او طلائع الجيش او فيوتشر على الترتيب، احنا بعتنا لهم ما قلناش في خلال 60 دقيقه، احنا قلنا يا جماعه لحد اقصى الساعه الثالثه، الساعه الثالثه عصرا عشان نقدر بعد كده الزمالك موجود خلاص اوكي التاشيرات بتاعته طالعه وكان عندي حجز طيران يفعل الامر والموضوع انتهى. طيب الزمالك الساعه 3 قال لي انا مش موجود، يبقى هشوف البديل سواء كان بيراميدز او فيوتشر او طلائع الجيش، هبتدي اكلم الجانب الامارات عشان حجز الفندق عشان حجز الطيران عشان تاشيرات، فده بياخد وقت، انا عامل الوقت مش في صالحي. لكن ابدا لا نقصد اطلاقا ان انا اقول للزمالك 60 دقيقه اقول لي اي او لا، ده امر لا مستبعد تماما، انا عامل الوقت ما كانش متاح عندي، قلت في 8 الساعه الثالثه اخبرونا يا نادي الزمالك، اخبرني يا بيراميدز، اخبرني يا فيوتشر، يا طلائع الجيش، انتوا هتعملوا ايه عشان نقدر عامل الوقت يكون في صالحنا. ومره ثانيه باكد لك احنا في اتحاد الكوره كل التقدير وكل الاحترام لنادي الزمالك وجماهيره ولاعبته، لان ده كيان كبير جدا 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 وتاريخ كبير من تاريخ كره القدم في مصر. احنا النهارده موجودين بكره مش موجودين، لكن نادي الزمالك ايضا هيظل هو نادي الزمالك بكبريائه بتاريخه بنجومه ببطولاته، محدش يقدر يقلل. طيب دكتور ايهاب، لا احيانا العقوبه المنتظره على نادي الزمالك بعد الانسحاب او الاعتذار عن كاس السوبر؟ العقوبه منصوص عليها في اللائحه، عندك عقوبه في حاله الانسحاب وعقوبه في حاله الاعتذار. الانسحاب طبعا ده ما حصلش انه ده يعتبر اعتذار دلوقتي، فالعقوبه بتقول لك ان انت عندك غرامه ماليه نص مليون جنيه وعندك غرامه ايضا او عقوبه ثانيه اللي انت ما بتشاركش في السوبر لمده او الموسم القادم. لكن في حاله الانسحاب بتتضاعف لموسمين ومليون جنيه. فالعقوبه منصوص عليها في اللائحه. ده بقى ده اعتذار ولا انسحاب طبقا للائحه برضه عشان نبقى فاهمين؟ عشان الانسحاب انا ما يعني برضه ده امر هيخص لجنه المسابقات برئاسه الحاج عامر حسين، لكن انت لو انا وانت بنفسرها هقول لك انا ما رحتش وانسحبت من الملعب، ده انا اعتذرت يعني عن الذهاب. يعني لو انا بحللها انا وانت. لكن برضه ما اقدرش اتكلم في نقطه غيري، ده اللي بتهلكني. فانت بتتكلم ان هي اقرب للاعتذار منها انسحاب. اعتقد ان هي تكون اقرب للاعتذار يعني. وبالتالي العقوبه ممكن تبقى 500,000 جنيه و الابتعاد عن بطولة الوطن زي ما قلت لك، ده يختص بالحاج عامر حسين اللي لسه هيقعد ويشوف مع لجنته مع الاتحاد يرد عليه. مفهوم. دكتور ايهاب، انت مشرف على التذاكر اللي المفروض ممكن جماهير نادي الزمالك ترجعها في مباراة السوبر اللي موجودين في الامارات يعني، هل التذاكر دي انا بس هكمل السؤال بعد اذنك، هل التذاكر دي ممكن اي حد يشتريها؟ ممكن جماهير النادي الاهلي تشتريها ولا لازم تكون مخصصه لبيراميدز؟ والله يعني الامر ده يعني في اتصالات مستمره النهارده ما بين الجانب الاماراتي وما بين السيسي في الوزير اللي موجود هناك ممثلا للشركه الراعيه، ومع الاستاذ خالد الرندالي النائب الرئيس ومع الاستاذ جمال علام الرئيس طول النهار في الموضوع ده. ايه اللي هيحصل؟ موافقه بيراميدز زي ما انت عارف اللي هي جت يعني بعد الساعه 3، وبالتالي هتعوزوا قد ايه؟ محتاجين قد ايه؟ الباقي ممكن يطرح للبيع اي جماهير تاخده بيتم الاتفاق عليها. دكتور ايهاب، اخر حاجه وانا بختم معاك، جماهير نادي الزمالك اللي موجود على السوشيال ميديا تتحدث انه اتحاد الكوره، او مش بس حتى جماهير نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك شايفين ان اتحاد الكوره يعني كان في بعض القرارات جه على نادي الزمالك الفتره الماضيه، عايز تواجه حاجه لجماهير نادي الزمالك مسؤولي نادي الزمالك قبل ما نختم؟ يعني عاوز اقول نادي الزمالك كيان كبير وقلعة رياضية من قلاع الرياضة في مصر، مش فقط في كرة القدم بل في كل اللعبات، يعني دايما المنتخبات المصرية بتكون بخير لما بيبقوا القطبين بخير. اتحاد المصري لكرة القدم اطلاقا عمره ما كان ولا هيكون في عداء مع نادي الزمالك او مع غيره من الاندية، احنا بنتم كل تقدير وكل احترام لمؤسسة نادي الزمالك العريقة والجماهير الوفية المتسعة في مصر وفي الوطن العربي كله.
ولكل الأندية الموجودة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء كان من أندية الدوري الممتاز إلى الأندية الموجودة في الدرجة الرابعة، كلنا في وعاء واحد وفي محيط واحد، احنا كلنا جايين لخدمة الكرة المصرية، وكان نفسنا إن نادي الزمالك يكون موجود، لكن إن شاء الله تتعوض في الوقت بإذن الله. دكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنا بشكرك وبشكرك، والشكر موصول دائما إنك دائما ترد على كل التساؤلات بشكل مباشر وبشكل واضح جدا وفيه إجابات وافية، بشكرك شكرا جزيلا. بص، هو واحد من الأشخاص المحترمين جدا في اتحاد الكرة. بالمناسبة، الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي تقريبا يعني كل الأعضاء اللي موجودين فيه ناس محترمين جدا، وعادة أو جرت العادة لما بتيجي تنتقد مؤسسة يتصور الناس أنك تنتقد الأفراد جوه المؤسسة. لا، نحن ننتقد منظومة، تنظيم. ممكن يبقى شخص صالح جدا بس ما قدرش ينظم بشكل كويس، دي ملهاش علاقة بالشخص. أنا بقول الكلام ده ليه؟ على بعض الناس أو بعض المشجعين أو بعض الناس اللي تسمى مشجعين وممكن ما يكونوش بالظبط كده، ينتقدوا ويهاجمون أشخاص بعينهم. مش من الشطارة ولا من الذكاء إنك تهاجم شخص، بس حقك جدا تقول والله المؤسسة دي مش ماشية بالشكل السليم. والله تمشي بالشكل السليم لو عملوا 1 2 3 4. ده اللي بين قوسين بيتقال عليه نقد بناء، بين قوسين يعني. لكن بسرعه اروح ماسك في حد يقول لك ايه، حد فين ده عمل ايه ده للزمالك وده عمل ايه ده للاهلي، روح ماسك في اشخاص. مش شطاره خالص. يعني ربنا يعين اتحاد الكوره ويعيننا على اتحاد الكوره، وانه الامور تتحسن لصالح الكوره المصريه، لصالح الكوره المصريه. كلنا عايزين الصالح، كلنا. انا اتصور ان مفيش حد بيصحى من النوم يقول ايه، احنا ازاي النهارده يا جماعه هنضر بالكره المصريه، ازاي هنلحق بها الضرر الجسيم. مفيش حد بيصحى من النوم بيفكر كده، بس في ناس بتغلط عندونا قصد. خلينا نقدم حسن النيه، عندونا قصد، ناس بتغلط، فمن واجبنا ان احنا نشاور على الغلط ونقول يا جماعه خدوا بالكم ده غلط، حاولوا تصلحوه وتعدلوا. طيب تعالوا نروح لكواليس اعتذار نادي الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر وكواليس اختيار بيراميدز بدلا منه. كل الكواليس والتفاصيل كالعادة احنا هنا في رقم 10 هنقولها لكم بالتفصيل الممل. تعالوا نشوف. أولا، البداية كانت بإرسال اتحاد الكرة طلبا إلى الزمالك لتحديد موقفه من خوض السوبر ومنحه مهلة محددة، وهو ما رد عليه الزمالك بخطاب رسمي أعلن فيه اعتذاره عن عدم خوض السوبر، وأعلن اتحاد الكرة عن عقد اجتماعا طارئا لإيجاد حل للأزمة. ثانيا، أثناء عدم وضوح موقف الزمالك، فتح اتحاد الكرة خطوط اتصال مع أندية بيراميدز وطراع الجيش وفيوتشر لمعرفة موقفهم، حيث تلقى الاتحاد موافقة من بيراميدز شرط تأجيل المباراة 24 ساعة، خصوصا وأن الفريق عاد من رحلة جنوب أفريقيا صباح الثلاثاء، بينما وافق فيوتشر على المشاركة ولم يحدد الطلائع موقفه النهائي بشكل رسمي. ثالثا، توصل اتحاد الكرة لاتفاق مع فيوتشر لخوض المباراة لإنقاذ الموقف ولسرعة انهاء التأشيرات وحجز تذاكر الطيران، وأبلغ علي ماهر مدرب الفريق لاعبيه بالسفر يوم الأربعاء لخوض مباراة السوبر. رابعا، قبل بدء اجتماع اتحاد الكرة الطارئ بدقائق، أرسل بيراميدز خطابا جديدا يؤكد فيه جاهزيته للمشاركة في السوبر وتمسكه بحقه وفقا للائحة كونه صاحب المركز الثاني في دوري الموسم الماضي، ليتم بعدها الإعلان عن مشاركته في السوبر بديلا للزمالك. خامسا، بعثة بيراميدز تطير إلى الإمارات في السادسة مساء الأربعاء، حيث يتولى اتحاد الكرة إنهاء إجراءات السفر على متن طائرة خاصة ويتحمل تكلفة الإقامة والتنقلات في الإمارات، كما أنه لن يكون هناك أي تغيير في الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر بعد، وتجرى حاليا مشاورات بشأن تذاكر جماهير الزمالك التي تم حجزها. سادسا، رفض أغلبية أعضاء اتحاد الكرة إعلان عقوبة اعتذار الزمالك خلال الاجتماع، وهي تغريمه 500,000 جنيه وحرمانه من السوبر لمدة عام، منع لتفاقم الأزمة، وسيتم إخطار الزمالك بالعقوبة بعد المباراة. بس كده. طيب،
معنا عبر الهاتف الآن اللاعب الكبير، اللاعب المدافع الكبير في تاريخ منتخب مصر، الاسم الكبير في تاريخ نادي الزمالك، كابتن محمود فتح الله المدرب العام الحالي بنادي بيراميدز. يا كابتن محمود مشرف ومنور حبيبي، ربنا يخليك كريم. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ ربنا يكرمك. تسلم حبيبي والله. الحمد يا رب دايما. مفاجأة ان بيراميدز يلعب سوبر، مفاجأة برضو، هي مفاجأة حلوة. فريق كبير زي ما قلت في المقدمة النهاردة، هو فريق ولد كبيرا، وكونه يلعب قدام النادي الاهلي بديلا لنادي الزمالك، فاحنا ايضا نضمن مباراة كبيرة في السوبر المصري يوم الجمعة القادمة. والله كريم الموضوع يعني جه فجأة. عندنا ماتش في افريقيا وللأسف ما صعدناش، زائد ان بعديها عملنا رحلة طيران صعبة جدا، يعني اتأخرنا كمان هناك 10 ساعات، وبعدين طيران 11 ساعة ونزلنا أوغندا. يعني قعدنا بعد الماتش حوالي يوم ونص، ولسه راجعين النهارده الساعة 7. فبعديها بقى في نفس اليوم اللي رجعنا فيه رحنا نتمرن، وتم تكلفنا من النادي إن احنا نلعب ماتش سوبر. فإن شاء الله نعمل، يعني أكيد في حالة إجهاد كبيرة جدا للعيبة، وكمان في حالة حزن على خروجنا الافريقي طبعا. لكن تم تكليفنا، وان شاء الله يبقى دي حاجه يمكن ربنا بعتها تعوضنا ان شاء الله. تم تكليفكم انت طبعا، انت اكتر واحد تبقى عندك درايه بالحاله الفنيه والبدنيه، وبالتاكيد احنا كلنا متفاهمين ان بيراميدز مش هيبقى في حاله فنيه وبدنيه عظيمه جدا، وبالتاكيد معنويا بعد الخروج من الكونفدراليه. بس من جانب اخر يا كابتن محمود، ممكن تبص لها انها فرصه ان بيراميدز كمان يقدر ياخد البطوله اللي بيبحث عنها منذ 5 سنوات، بطوله في المتناول، بطوله ممكن تبقى في المتناول، منافسه من مباراه واحده امام النادي الاهلي، ممكن تبقى بطوله تعويض لبيراميدز عن خساره الكونفدراليه الاخيره. بنتمنى والله كريم ان ربنا يكون بعتها تعوض لينا، لان اللعيبه امكانيات اللعيبه تستاهل تنهي الموسم ببطوله. لكن بقول يعني الحاله اللي كانت بعد الماتش الافريقي وطلعنا، اكيد حاله كلنا كنا زعلانين، كل النادي كان زعلان طبعا ان احنا طلعنا، لان كان عندنا امل في البطوله دي كبير جدا. لكن يعني هتتعامل، وخد بالك انت لما يعني تطلع لعيبتك وتحاول تجهزهم نفسيا لماتش 90 دقيقة بطولة، غير لما تجهزهم لماتش في الدوري. يعني اكيد تجهزهم لماتش بطولة بيبقى يعني اسهل شوية. يعني بالتأكيد بالتأكيد الامور هتبقى مش من الحاجات الهينه انك تلعب قدام النادي الاهلي في مباراه السوبر. بس فنيا، فكره انت لسه ملاعب الاهلي في كاس مصر، في نهائي كاس مصر، دي اكيد وانتم بتشتغلوا فنيا يا كابتن محمود هتبقى مفيده ليكم. انتوا شفتوا الفريق عن قرب. يعني احنا بالنسبه للاهلي كاب مفتوح، والاهلي بالنسبه لنا اكيد برضو كتاب مفتوح، ولعبنا مع بعض كتير، واخرهم ماتش كاس، وعملنا ماتش يعني محترم. ده اللي انا عندي ثقه فيه، ان لعبتنا برغم حاله الاجهاد والزعل على الخروج الافريقي، انا واثق في اللعيبه يعني 100% انهم هيعملوا ماتش كبير يليق بامكانياتهم ان شاء الله، وهيحاربوا على الفوز بالماتش، برغم انك بتلعب اكيد فرقه محترمه وفرقه كبيره طبعا، وهم مستعدين. احنا يمكن اتفاجئنا شويه، احنا هم مستعدين من بدري. لكن ان شاء الله انا واثق ان اللعيبه هتعمل ماتش كبير، ويكونوا عند حسن ظننا ان شاء الله. كابتن محمود، دلوقتي احنا بنتكلم في عبد الله السعيد واسامه جلال وشريف اكرامي، دول اكيد مش موجودين في المباراه، في اسماء ثانيه هتغيب عن المباراه؟ والله لغايه دلوقتي الثلاث لعيبه دول بس اللي مش معانا، الباقيين يعني في ناس رجعوا من الاصابه وبداوا يشاركوا على فترات بسيطه وعلى دقائق بسيطه الفتره اللي فاتت، وده يمكن اللي شويه برضو اثر علينا. يعني احنا عندنا في اخر شهر كم اصابات مش طبيعي. صح. يعني في ناس مش معانا خالص، وفي ناس قعدت ورجعت بس يعني قبل الماتشات الرسميه بيومين ثلاثه، يعني بدنيا ما لحقوش يجهزوا، بيستعمل في قوام معين اتحرك فيه. فيعني ان شاء الله يعني كله يبقى متاح ما عدا الثلاث اسماء اللي انت قلتهم ان شاء الله. ان شاء الله بتمنى لكم مباراه كبيره ان شاء الله قدام النادي الاهلي. كابتن محمود فتح الله المدرب العام بفريق بيراميدز، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما قلت لكم هي ان شاء الله هتكون مباراه كبيره في كل الاحوال، في كل حاله الجدل واللخبطه اللي احنا عشناها. لا، اهلي وبيراميدز مواجهه قويه ومحترمه. بالمناسبه لو تفتكروا اليوم اللي خرج فيه بيراميدز من الكونفدراليه الافريقيه، وقفت هنا وكان عندي بعض اللوم البسيط على بيراميدز في تكوين الفريق منذ البدايه، منذ البدايه من 5 سنوات. بس في نفس الوقت لو تفتكروا قلت لكم ميزه بيراميدز العظيمه اللي حطت اسم الثالث في الكره المصريه بقت مواجهاته حلوه ومثيره للمشجع للي بيحب الكوره. بيراميدز خلانا نستنى مبارياته مع الاهلي، مع مبارياته مع الزمالك،
بقى منافس، على الاقل منافس للاهلي والزمالك على البطولات، بقى منافس افريقيا على الكونفدراليه. ففي كل الاحوال حتى لو هناك بعض السلبيات، هناك ايضا كثير من الايجابيات. الايجابيات دي اللي ان شاء الله نشوفها في مباراه السوبر قدام الاهلي، عشان نشوف مواجهه مصريه كبيره في الامارات تشرف الكره المصريه، تشرفنا قدام كل العالم العربي. كل التوفيق للاهلي، كل التوفيق لبيراميدز ان شاء الله. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بعد ما تم ابلاغه بان النادي او الاهلي خلاص هيواجه بيراميدز في كاس السوبر، طلب من الجهاز الفني اخر مباراتين لبيراميدز في الكونفدراليه الافريقيه امام فريق مارومو جالانتس الجنوب افريقي، وطلب من محلل الاداء تقرير كامل عن المباراتين عشان يدرس الفريق، علما وان الجهاز الاداري كان على تواصل دايما مع مارسيل كولر عشان يبلغه بتطورات المباراه، هيواجه الزمالك ولا هيواجه بيراميدز، وعشان كده كان بيشتغل على الفرقتين. حاجه صعبه جدا، حاجه صعبه جدا. يا بص الخلل اللي احنا عايشين فيه. لا الزمالك كان واثق هيروح ولا لا، فتيجي بقى تتكلم مع المدرب بتاعه هو مش عارف هيجهز الفرقه لمباراه السوبر ولا مش هيجهزها، هيبص على الاهلي ولا مش هيبص عليه، فهو مش واثق انه الزمالك هيلعب ولا لا. تيجي عند النادي الاهلي مارسيل كولر المدرب بتاع الاهلي مش عارف هو هيواجه الزمالك ولا هيواجه بيراميدز، يعني يشتغل على يدرس الزمالك ولا يدرس بيراميدز، مش عارف. تيجي بقى على بيراميدز اصلا جابوه من البيت اساسا، لا عارف لا هو كان عارف انه هيلاعب الزمالك ولا كان هو عارف انه هيلاعب الاهلي. بتكلم على باتشيكو طبعا المدير الفني لبيراميدز. فخلل خلل يعني، الله يكون في عون المدربين بصراحه، الله يكون في عون المدربين كلهم يعني. طيب الزمالك بيبدا في غربله كامله بقطاع الكره في النادي، وناوي يشتغل على شركه لكره القدم. اللي بيشتغل على شركه كره القدم دي او انشاء شركه لكره القدم في نادي الزمالك امير مرتضى منصور واحمد حسام ميدو. الكلام ده حصل او بدا خلال الايام الماضيه. يلا بينا خطوه للامام لنادي الزمالك بكل تاكيد. طيب ثلاثي النادي المصري البورسعيدي، بعيد بقى عن الاهلي والزمالك وبيراميدز، احنا بنتكلم على الثلاثه الياس الجلاصي وعبد الرحيم نغموم وجريندو. الثلاثي المصري نادي الزمالك بيتابعهم في الوقت الحالي لاعداد ملف كامل عنهم وعرضه على اسوريو قبل بدء التفاوض معهم، والثلاثه مميزين للغايه يعني. كمان نادي بيراميدز بدا يزاحم نادي الزمالك والاهلي على امام عاشور. خد بالك امام عاشور، انا قلت الكلام ده كل يوم بقوله يعني، امام عاشور ما زال لاعبا في ميتلاند الدنماركي. امام عاشور مش مبسوط هناك، بس وارد انه يكمل هناك، والاولويه عنده انه لو هينتقل من ميتلاند يروح لفريق اوروبي اخر. بس هو بقى ورقه الى حد ما متاحه للانظار. في لعيبه كده اللي هو ايه، انت مستحيل تروح تتفاوض معاه اصلا ولا تتكلم معاه، ليه؟ عشان مستحيل هيجي. لكن امام عاشور لا ينفع تتكلم، ينفع تتكلم. عشان كده بيراميدز بيخش، الزمالك طبعا هيخش، الاهلي بيبص من بعيد. وانا دايما في قصه الاهلي دي حريص جدا، عشان في ناس بتاكد يقول لك ايه الاهلي يتفاوض مع امام عاشور والاهلي هيضم امام عاشور في الصيف وميتلاند ده كان كوبري. مفيش الكلام ده خالص خالص. انا اتاكدت من الاهلي واتاكدت من المقربين من امام عاشور، مفيش مفاوضات اطلاقا من النادي الاهلي امام عاشور. بس بالتاكيد بما ان امام عاشور قيمه، لاعب مهم ولاعب مميز، اكيد الاهلي باصص من بعيد اكيد بطبيعه الحال، وبيراميدز هيبص والزمالك هيبص وممكن انديه عربيه تبص ادام الورقه متاحه ان احنا نشتغل عليها. طيب فاكرين انتوا طبعا تجربه جوزالدو فيريرا مع نادي الزمالك، تجربه اولى في 2015 ناجحه جدا، تجربه بعدها ناجحه جدا الموسم الماضي. الموسم ده كان حصل اللي حصل في الاداء الفني للفريق مع جوزالدو فيريرا. واحد من المساعدين اللي كانوا مع جوزالدو فيريرا في الفتره الاخيره هو روي اجواش المساعد السابق للمدرب البرتغالي، معانا الان عبر سكايب. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا عبر التلفزيون المصري برنامج رقم 10. أشكركم كتير. سؤالي الأول الواضح والصريح، لماذا تحولت هذه الفترة الناجحة ناصعة البياض لنادي الزمالك مع جوزفالدو فيريرا الموسم الماضي لأزمات كثيرة 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 في الموسم الحالي إلى الرحيل، رحيل المدير الفني البرتغالي ورحيلك معه؟ أهلا بيكو، شرف ليا طبعا أكون معاكم في البرنامج.
E depois o futebol é um bocadinho estranho, às vezes é difícil de explicar بس خليني اقول como لك é ان que uma equipa que é الموقف campeã ساعات او ganha a taça في حاجات بتبقى صعب ان احنا نشرحها. poucos meses يعني antes, depois من as كام شهر coisas كانت alteram-se الفرقة بطل الدوري، كانت completamente. فرقة قوية جدا وبعدين Se quiser primeiro traduzir esta parte, se calhar é melhor. تتغير تماما. ففي حاجات ساعات ما بنقدرش ان احنا نشرحها يعني. نرجع ترادوزي. طيب بعد رحيل فيريرا عن نادي الزمالك، هل في أي لحظة من اللحظات شعر بندم، شعر بحزن، شعر أنه كان من المفترض أن يؤدي بشكل أفضل مع الفريق؟ هل شعر أن هناك أو كان هناك أخطاء ارتكبها مع الفريق؟ É sempre quando as coisas correm mal, há sempre um conjunto de razões طبعا لما الأشياء que ما contribuem بتاخدش المسار para que as coisas resolvem. Enfim, المسار اللي الواحد بيبقى عايزه، não corram طبعا bem. بيبقى Desde logo, nós, بسبب بعض الأسباب depois de ganharmos اللي تخلي a الـ taça, a equipa الموضوع não نفسه descansou o في suficiente, مش في أفضل حالاته. não houve فطبعا tempo para preparar الفرقة كانت a بتلعب nova época. ماتشات كتير Desde جدا، logo, ما isso foi uma كانوش ما خدوش dificuldade وقت grande. A ان هم equipa começou cansada يستريحوا para uma علشان época, não se يدخلوا deve على iniciar dessa maneira. الفترة اللي Depois, os بعدها. primeiros فطبعا resultados احنا não فكرنا foram في الموضوع كده. دوت، وفكرنا ان احنا كان لازم ان احنا نريح Os شوية، problemas começam وبعد quando كده os بدأنا resultados نفكر تفكير não إيجابي شوية. aparecem num clube tão importante e tão exigente. Os problemas começam a surgir e لأن qualquer طبعا um sabe. بالعمل في نادي كبير، في نادي جماهيري، في نادي عنده ماتشات كبيرة وماتشات كتيرة، طبعا المشاكل بتبدأ تظهر لما بيبقى في إجهاد، أو لما بيبقى في طلبات كتير أو متطلبات كتير أو مشوار كبير للفريق. طيب السؤال ده هو سؤال فني سألته كل جماهير نادي الزمالك، سألوا كمان كل المحللين والمتابعين. لماذا غير جوزفالدو فيريرا طريقة لعبه من الموسم الماضي للموسم الحالي؟ يعني احنا بنتكلم في الثلاثي الدفاع عن الموسم الماضي، تحولت طريقة اللعب في الموسم الحالي ل 4 3 في معظم الوقت، وكانت تتغير لبعض الأوقات، وبعض الناس أو كثير من المحللين قالوا إنه ده كان سبب في تراجع نادي الزمالك فنيا. Olha, é uma boa pergunta e eu sei que سؤال جميل، essa وعارف pergunta إن السؤال foi دوت sendo feita كان بيتسأل ao كتير longo da temporada e tem lógica. طول الفترة التانية Essa لكابتن dúvida no جوزوال fundo ده. quando a equipa foi campeã num outro sistema, فطبعا الناس o que كلها é ممكن mudar? تتساءل ليه لما نبقى أبطال بطريقة معينة ليه بنغير طريقة اللعب. Se tivesse sido o treinador principal, فخليني eu اقول لك، لو انا respondi كنت انا المدير الفني كنت de uma رديت maneira عليك mais aberta. Como o بطريقة assistente, eu acho que او não é بكلمات اكتر. confortável para mim. بس دلوقتي انا ما اظنش ان انا ممكن اكون مستريح ان انا Responder ارد completamente. بطريقة سليمة او Acontece بطريقة que كاملة. o facto de chegarem novos jogadores بس خد بالك ان acabou في 9 لعيبة جداد por جم levar الفرقة، فطبعا professor a alterar الكوتش ممكن a maneira de يفكر jogar. باستخدام الأوراق É um الجديدة facto que بتاعته não بطريقة تانية، بطريقة ممكن afeta تكون bem ما كانتش أفضل طريقة ممكن نلعب بيها، بس دي que os كانت treinadores حقيقة. normalmente seguem e والمدربين olham para os seus كتير jogadores جدا بي بي e decidem como jogar de acordo com as بيبدأوا características يشتغلوا وبيبدأوا يغيروا من خططهم عن طريق الأوراق اللي عندهم، Isso بحيث إن هم يقدروا significa o modelo يستخدموا de jogo e o كل sistema tático الأوراق da اللي عندهم equipa. Agora aceito بصورة perfeitamente, معينة في الماتش أو في que as البطولات. coisas correram bem num sistema e depois não correram بس e é في aceitável أوقات que as كانت pessoas بتبقى tenham essa الطريقة ديت طريقة critique. لعب مظبوطة وطريقة لعب نقدر نسجل بيها ونقدر نبقى نمسك بيها الماتش، وساعات الطريقة ديت ما كانتش بتبقى أفضل طريقة نلعب بيها الماتش. الصفقات الجديدة التي تحدثت عنها، هل اختارها الجهاز الفني بالكامل؟ هل جوزالدو فيريرا ومعه أنتم اخترتوا اللاعبين الجدد في نادي الزمالك، أم
كان هناك لاعبين جدد انضموا عن طريق إدارة النادي. طب يبدو الاتصال اتقطع لحظات ونعود له مرة أخرى. حالة كثيرة أو حالة كبيرة من الجدل خلال فترة فيريرا، وفعلا هي لغز كبير جدا. المدرب الناجح، المدرب الرائع، بروفيسور زي ما كل جماهير نادي الزمالك بتقول عليه، المدرب العبقري واحد من أنجح المدربين الأجانب اللي جم في مصر على موسمين بيفوز مع نادي الزمالك بالدوري والكاس، موسمين منفصلين، ليه ظهر بنسخة باهتة جدا هذا الموسم؟ لغز كبير جدا. روي أجواش المساعد بتاعه كان بيجاوبنا على كثير من الأسئلة، وبصراحة أنا شايل كثير من الأسئلة فيما تخص هذه الفترة، عشان هي بالنسبة لي أنا كمان كانت لغز ومنزعج منها جدا. أنا فيريرا في رأيي وما زلت عند رأيي واحد من أهم وأنجح المدربين الأجانب اللي جم في الكرة المصرية على مستوى السيفي رائع جدا، وعلى مستوى الأداء اللي عمله مع نادي الزمالك باستثناء الموسم الحالي. كان موسم غريب جدا، نتائج سيئة، والأهم السؤال اللي سألته لروي أجواش، وهو بالمناسبة اداني الإجابة اللي أنا فهمتها وأقول لك. أنا سألته أنت ليه غيرت طريقة اللعب؟ كنت بتلعب ثلاث مدافعين الموسم الماضي وكنت بتحقق نجاح كبير جدا، ليه غيرتها لأربع مدافعين الموسم ده وبدأت النتائج تتراجع والأداء يتراجع؟ قال إنه المدير الفني ممكن هو اللي يبقى عنده رأي في الأمر ده، دلوقتي أنا ما أقدرش أقول رأيي في هذا الأمر، وإنه أنا ما كنتش، بما إننا غيرنا طريقة اللعب فالطبيعي الأداء يبقى مش كويس، خاصة إن إحنا الطريقة، يعني هو من الآخر، يعني من الآخر عايز يقول لي إن أنا ما كنتش مقتنع بالكلام دوت، وفريرا هو اللي خد قرار. طيب رجع لنا روي أجواش المساعد السابق لفيريرا في نادي الزمالك. يا فندم انا كنت بسالك على الشكل، شكل نادي الزمالك الفتره الماضيه والاداء خاصه على مستوى طريقه اللعب، وانت كنت بتجاوبني انه ليه اتغيرت طريقه اللعب. لما بنتكلم على طريقه اللعب بنقول ان في اكتر من سبب ممكن يغيروا طريقه اللعب، وطبعا ممكن ما تبقاش افضل حاجه، وطبعا ده يعني واحد من الاسباب ان احنا لازم نغير طريقه اللعب، ان احنا لازم نحافظ على اداء اللعيبه ونحافظ على اللعيبه المنهكين او متعبين من اللعب او عندهم اجهاد، وطبعا علشان نبدا نغير وندي الفرص لبقيه اللعيبه اللي في الفرقه، وطبعا بعد إصابة الونش لشهور طبعا ده أثر تأثير كبير في طريقة اللعب اللي احنا كنا بنبدأ بيها أو اللي احنا كنا بنستخدمها في الماتشات. الصفقات الموسم الحالي هل كانت بقرارات فنية واضحة أم تدخل فيها إدارة الكرة في نادي الزمالك؟ كانت قرارات طبيعية جدا، احنا كان بيتعرض عن اللعيبة واحنا كنا بنبص على اللعيبة، والنادي كان بيقدر يتعاقد مع اللعيبة اللي احنا ممكن نقول عليها كويس. فطبعا الناس اللعيبة كانوا طبعا بيتعرضوا علينا واحنا كنا نتفرج، وبعدين النادي يقدر يتعاقد معهم. بس زكريا كان المفروض انه هيجي، وكان في صعوبة شوية في ان هو يلعب للنادي، وبعد كده حصل عنده حالة وفاة فما قدرش يجي. وطبعا كان في بعض اللعيبة كنا بصين عليهم، وبعد ما عملوا الكشف الطبي كان عندهم مشاكل معينة ما كانوش هيقدروا يساعدونا في الفرقة، فطبعا دول ما كانوش بيبقوا معنا.
فطبعا بعض اللعيبة اللي تعرضوا علينا احنا حاولنا نختار الأفضل فيهم، والباقي ما كانوش من أقوى الأسامي المطروحة يعني. ومثلا سامسون هو جن الفرقة، بس هو لسه لعيب صغير، لسه محتاج شوية خبرة، محتاج شوية شغل، محتاج شوية تمارين بحيث ان هو يقدر يلعب في المستوى الكبير بتاع نادي الزمالك. يعني سامسون اكينولا انتوا اللي اخترتوه كجهاز فني، عشان في كثير من الاتهامات لإدارة الكرة في نادي الزمالك ان هم اللي جابوا اللاعب يعني دون رغبة الجهاز الفني. احنا شفنا الفيديو بتاعه، حللنا الفيديو، حللنا اللقطات اللي احنا شفناها، وقلنا من رأينا الفني ان احنا ممكن يساعدنا في الفرقة، بس بعد ما جه وشفنا طريقة اللعب وطريقة دخوله في الملعب وطريقة تحركه بالكرة ما كانش هو دوت اللي احنا شفناه في الفيديو. فطبعا في حالته يعني كانت مش افضل حالة على غرار اللي احنا كنا بنشوفه في الفيديوهات اللي كانت بتتعرض علينا. من اللاعبين اللي اتقال انه فيريرا كان مقتنع بيهم جدا وكان يرغب في ضمهم لنادي الزمالك مروان عطية، لاعب الاتحاد السابق والاهلي الحالي، هل فعلا فيريرا كان متمسك بضم مروان عطية؟ أنا سمعت كويس عن اللعيب ده زي ما سمعت عن لعيبة كتير طبعا، بس في الوقت ده احنا ما قدرناش نوصل بالظبط ايه اللي كان بيحصل يعني في الكواليس بالنسبة للاجتماعات وبالنسبة للاتصالات وكمان بالنسبة وبالنسبة للمواضيع المالية، بس زي ما بقول أنا سمعت عنه، ودي مش حاجة يعني مش شيء من اختصاصات عملي، بس أنا أظن إن احنا كنا سمعنا عنه فعلا وقرينا عنه وشفنا فيديوهات، بس ما وراء الكواليس احنا ما قدرناش نعرف عنه أكتر الحاجات الكتيرة، فطبعا ما انضمش لنادي الزمالك. هل الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة فيريرا كان موافقا على رحيل إمام عاشور عن الفريق؟ عاشور كان واحد من أهم اللعيبة في الفرقة، كان واحد من عواميد الفرقة فعلا. طبعا يعني احنا لازم نقول كده ولازم نحترم عقليته، لانه كان واحد من اللعيبه اللي افضل طريقه تمرين وافضل طريقه للتعامل مع التمارين بطريقه احترافيه جدا، واظن ان هو دلوقتي واحد من اللعيبه اللي بيتطور كتير كمان في الحته ديت. هو كان لعيب من اللعيبه الكويسه اللي يقدر يحترف في الخارج، فطبعا احنا ما كناش نقدر نتدخل في دوت او نمانع من ده. هل في حقيقه الامر زي ما قيل يعني في الاعلام في الفتره الاخيره لفيريرا وجهازه المعاون، هل فقد فيريرا السيطره على غرفه خلع ملابس نادي الزمالك قبل رحيله عن الفريق؟ من معرفتي، ودي كانت حاجة مش سعيدة تماما، ان ثلاث مدربين المساعدين خرجوا من نادي الزمالك قبل كوتش فيريرا، فانا ما اقدرش اتكلم على اللحظات اللي بعد ما احنا مشينا،
ممكن يكون الفرقة خسرت الروح، خسرت حاجات معينة من اللي بتحصل جوه أوضة اللبس، بعد ما قدروا يستعدوها لما كسبوا الدوري المرة السنة اللي فاتت. بس طبعا من فترة لفترة طبعا في لعيبة بتخرج وفي لعيبة جديدة بتدخل، بعض المشاكل اللي ممكن تكون حصلت في النادي، فده طبعا كله ممكن يكون يصعب المهمة الجديدة على كوتش فيريرا. طيب سؤالي القادم ليك أحمد عبد المقصود، المساعد في جهاز فيريرا الجهاز الماضي، أحمد عبد المقصود سودا الشهير بسودا، في تصريحات إعلامية أمس قال إنه المساعدين الأجانب اللي حضرتك والباقيين كانوا ينقلون دون أمانة الكثير عن المساعدين المصريين لفيريرا بشكل خاطئ. من قال هذا؟ كان سودا الكابتن أحمد عبد المقصود سودا. هنا الحالة كانت أن احنا كنا خسرنا من أول الدوري أكثر من نقطة، فده ما كانش شيء إيجابي جدا تماما، وبرضو كان في بعض الحاجات المالية اللي ما نقدرش أتكلم عليها، فإحنا التلاتة وطبعا وكان معانا الكوتش فيريرا، ده كان اجتماع إحنا التلاتة وكوتش فيريرا اجتمعنا، وبعد ما اجتمعوا معانا في النادي قالوا إن إحنا خلاص هنقطع التعاقد مع الفريق الفني كله. فطبعا يعني احنا كان بالنسبة لنا ممكن نرجع عادي جدا، يعني احنا كتلاتة مساعدين المدرب كان الشرط الجزائي بتاعنا كان قليل شوية، فكان عادي وكان سهل جدا ان هم يفسخوا التعاقد معنا، لكن بالنسبة لكوتش فيريرا كان العقد بتاعه اكبر طبعا، فكان في صعوبة شوية في قطع التعاقد ده. فطبعا في صور كتير خرجت عننا اللي هي كانت مش صحيحة تماما، فطبعا لما احنا مشينا كان في بعض الصور وبعض المسائل اللي تم السؤال عنها، فطبعا كانوا هيقولوا وكانوا هيطلعوا مواضيع ممكن تكون ما حصلتش، ومنها طبعا الموضوع المالي اللي حصل ما بيننا وما بين النادي. فطبعا احنا كان حتى العقد بتاعنا ما كانش فيه حاجة ممكن تحمينا بالطريقة المظبوطة في حال فسخ التعاقد معنا. فطبعا انا ما حبيتش تماما اللي حصل من نقل بيانات خاطئة تماما او صورة خاطئة عن اللي كان بيحصل واحنا موجودين او بعد ما خرجنا. طيب سؤالي القادم ليك عن بقربك لجوزالدو فيريرا، هل هذه هي المرحلة التدريبية الأخيرة له؟ هل سيعتزل التدريب بعد الزمالك؟ كان قيل هذا الأمر أثناء توليه تدريب نادي الزمالك، أم سيستمر في العمل التدريبي خلال الفترة القادمة؟ لا، ده كده هيكون آخر مشواره المهني، وأظن أنا بالنسبة لي أنا بما أني كنت مدير فني في السابق هرجع تاني واشتغل كمدير فني زي ما كنت بشتغل قبل ما أكون مساعد لكوتش زوالدو. عظيم. طيب على ضوء ما شاهدته من نادي الزمالك إلى وقت الرحيل عن نادي الزمالك، في رأيك الزمالك محتاج دعم في مراكز ايه في الملعب خلال فترة الانتقالات الصيفية؟ احنا بنتكلم في شهر او شهرين قادمين. خليني اقول لك ان دايما النتائج لازم نوصل لها، بس بنوصل لها من أكتر من نقط
في الملعب، مدرب ولعيبة، بس مش مدرب ولعيبة فقط، بس احنا محتاجين جودة كورة وغير جودة الكورة احنا محتاجين ثبات مالي أو توازن مالي. فأنا كنت متخيل أن تقريبا بنادي بقوة الزمالك وبتاريخ الزمالك ما ينفعش يبقى عنده ملعب واحد بس علشان يتمرن عليه، نجيلة مش أفضل شيء، وكان في بعض الحاجات اللي كانت تنقص الفريق من الناحية التدريبية، وكان في حاجة مهمة جدا يفتقدها الفرقة، طريقة التعامل وطريقة الاتصال ما بين الإدارة وما بين المدربين وما بين اللعيبة، لأن ما كانش فيه إدارة تواصل معينة تقدر توصل كل المعلومات حتى التقنية أو الفنية. في نادي الزمالك ما كانش فيه هذه إدارة الاتصال ديت. مش هقدر أتكلم عن أي حد من اللعيبة، بس هقدر أتكلم على الاستراتيجية اللي كانت محطوطة للتواصل، الثبات أو التوازن المالي، وطريقة التواصل تاني ما بين المدربين وما بين اللعيبة وما بين الإدارة. البرتغالي روي أجاش المساعد السابق لجوزالدو فيريرا في نادي الزمالك، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة عبر سكايب، أتمنى لك كل التوفيق. طيب، النهاردة في الدوري سموحة فاز على غزل المحلة بهدفين دون رد. ولاية رضا شحاتة لغزل المحلة تبدأ بهزيمة من سموحة بهدفين. حسام حسن سجل الهدف الأول في الدقيقة 7، هدف رائع جدا بالكعب. شوفوا الجول يا جماعة، حسام حسن لاعب اللي كان موجود في النادي الأهلي وخرج أرى لسموحة، شوفوا الكعب الحلو ده، ضحك على الكل، ضحك على الكل. هدف في الدقيقة 7، حسام حسن افتتح بيها النتيجة. الحاجة باحتساب الأول تساوي، بعد كده الفار أكد أن الهدف صحيح واحتسب لحسام حسن. بعد كده بوتنج سجل الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 85 عشان تنتهي المباراة عند هذه النتيجة، ويواصل غزل المحلة معاناته الكبيرة جدا. بداية كانت رائعة جدا في الموسم، غزل المحلة على فكرة بقاله موسمين كده يبدأ بشكل رائع جدا وكل حاجة بعد كده تفرط منهم خالص. ده الهدف الثاني اللي سجله بوتنج، سذاجة دفاعية مرعبة من لعيبة غزل، مرعبة. الجول ده يعني صعب جدا، صعب جدا لاعب واقف لوحده خالص. طيب، مباراة أخرى، مباراة الداخلية وإنبي، تعادل إيجابي 1-1. أحمد العجوز تقدم لإنبي في الدقيقة 26 بالهدف اللي شفتوه أمام حضراتكم. جول حلو، جول حلو برضه. بعد كده تعادل كمال أبو الفتوح للداخلية في الدقيقة 84 بالهدف ده عشان تنتهي المباراة بالتعادل 1-1. نحن لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، النقاد الرياضيين أستاذ أحمد جلال، أستاذ حسام زايد، أستاذ محمد مطاوع. بعد هذا الفاصل خليكم. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره الاساتذه الكبار استاذ احمد جلال، استاذ حسام زايد، استاذ محمد مطاوع. استاذ احمد مشرف ومنور، ربنا يخليك يا استاذ كريم. اخبارك ايه؟ وانت وحشني جدا والله، وسعيد بهذه الكوكبه الرائعه يا حبيبي. استاذ حسام منور الدنيا، منور يا كريم، وسعيد طبعا ان انا معاك كالعاده يعني، ومع الاستاذ احمد جلال صديق اسلام عزت بيبعت لك السلام قبل ما ادخل المعارك. قال لي اول ما حسام يجي لازم تسلم لي عليه، بطل المعارك الرياضيه، بيحبك جدا، حبيبي حبيبي. استاذ مطاوع مشرف منور دايما كالعاده، مميز ودايما ببقى سعيد وانا طالع معاك كده حبيبي. حبيبي استاذ احمد، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. النهارده انا داخل حلقه قعدت اقول ايه السؤال الصعب جدا، النهارده هنتكلم عن ايه بقى وهنقول ايه؟ اصل المشكله دي جديده على الكره المصريه، مش هي جديده فعلا؟ مش جديده، ما جديده صح، بس احنا بنتفرط كل شويه
بان احنا نعمل حاجه جديده. بس هي مش جديده، كنت عايزك تقول لي لا جديده ايه ده. لا جديده يعني اعتقد انت من اول ما بدات شغل صحفي انت بتعمل مشاكل زي دي. لا الجديد ان انت دلوقتي هتتكلم في الكوره، ما ده جديد. ايوه صح، نتكلم على الاهلي وبيراميدز، ايه رايك؟ انت خلاص انت دلوقتي ده جديد. الاصل دلوقتي انت تتكلم في شق لائحي، في شق قانوني، تتحول لمحرر قضائي، لمحرر حوادث. انما دلوقتي احنا بنتكلم في الكوره. انت عارف المفاجاه ايه؟ زمايلي كانوا قاعدين معايا امبارح وانا بقرا الحاجات على الفيديو، يقول تمام، بقول اللائحه مش عارف كام والقانون بيقول ايه وده مش عارف ايه. لا انا جيت في النص وسكت، قلت لا يا جماعه انا مش عايز اكمل كده، انا عايز اتكلم في الكوره. لا انت خلاص تقول ايه؟ طب هي لجنه الانضباط القانوني، لا الفقره زين من الماده 92 من لائحه النظام الاساسي بتقول كذا 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 عشان تؤكد اللجنه باطله ام شرعيه. فلما تقرا البند ما تفهمش، تقدرش تكون راي هل هي باطله ام شرعيه، عشان انت اصلا مش راجل بتاع القانون يعني. ما هي موجود بقى، يقول لك حرف العطف واو، حرف العطف او صح، والكلام على حاله فرديه تتعلق برئيس اللجنه ولا لا برئيس اللجنه ولا عضو في اللجنه ولا اللجنه كلها، كلمه اللجنه كلها لم ترد. وده اللي استند اليه الاهلي في دعواه القضائيه بشان بطلان تشكيل لجنه الانضباط. ما دخلناش بقى في القضاء تاني بقى خالص. في الحاح تاني بقى. كواليس موافقه بيراميدز على المشاركه في السوبر الساعات الاخيره دي كانت مشت ازاي؟ طب الحقيقه ان الاتجاه كان ان بيراميدز رافض. طب بيراميدز رافض ليه؟ اولا احنا لسه جايين من 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 سفر، كان معايا كابتن خالد فتح الله وقال الكلام ده، والموضوع صعب. وفي نفس الوقت الاتجاه، طب انا ما اعرفش الموضوع هيخلص ايه، ممكن لغايه اخر لحظه قد يحدث في الامور امور صحيح. طب انا هوافق على حاجه وضع نفسي في موقف حرج، طب خلينا احنا بعيد ما نتكلمش، الموضوع لا يخصنا من قريب او بعيد. بعد ما تاكد ان نادي الزمالك صمم على اعتذاره عن عدم المشاركه في السوبر، خلاص بدات اتصالات تحدث ما بين المسؤولين في اتحاد الكره والشركه الراعيه مع المسؤولين في بيراميدز، ووصلت الامور الى مستوى رفيع، وبالتالي تم التوافق على ان بيراميدز يخوض اللقاء. طب يا جماعه باتشيكو عنده مشكله؟ باتشيكو قال لا انا اقدر العب الماتش، خصوصا ان انا عندي هسافر بكره ان شاء الله، هقدر اتمرن بكره تمرينه وهقدر اتمرن الخميس تمرينه والعب الجمعة. طب خلاص ماشي، هنا الموافقه من حيث الماده ومن حيث الناس المسؤوله. طب اللعيبه، عايز اقول لك لعيبه بيراميدز تتشوق للحصول على بطوله. يعني الناس دي وصلت 3 فاينل الكونفدراليه قدام نادي البركان وخسرت 1-0، بصرف النظر بقى عن الهدف، مش الهدف كلنا عارفين الهدف مش صحيح، بس خلاص خسروا. وصلوا قدام نادي الزمالك وفاز نادي الزمالك بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. وصلوا قدام نادي الاهلي نهائي كاس مصر بالظبط، والنسخه الاخيره قدام نادي الاهلي وخسروا 2-1. ففكره ان انت تلاقي نفسك من بعيد خالص جاي على بطوله، ده مهم. كاس السوبر اصبحت بطوله مهمه في الاخر وعريقه، بقى لنا اكتر من 20 سنه بنعمل تقريبا بنعمل بطوله سوبر. صح، طب يلا بقى ناخد بطوله. فدلوقتي عندهم دوافع انهم يحصلوا على البطوله. الناحيه الثانيه الاهلي، بس نكمل بقى الناس عشان ما بقاش انا اكلم. لا هجيلك في الاهلي حسام، انت شفت الموضوع ده ازاي؟ كواليس الساعات الاخيره، احنا بنتكلم لحد امبارح حتى مع قرار نادي الزمالك بالانسحاب او الاعتذار عن المسميات، حتى دي بقت صعبه جدا ان احنا طول الوقت محتاجين نفصل للناس المسميات طبعا. بس المهم ان الزمالك مش هيلعب المباراه. ايه اللي حصل؟ وهل الزمالك فعلا كان ممكن يرجع يلعب المباراه ديت في الساعات الاخيره، ولا كان الموضوع مقفول من امبارح؟ تمام، الزمالك طبعا حط قدام عينيه حاجه واحده بس، انه لجنه الانضباط تنعقد وتاخد قرارها. تمام، قرارها اللي هو يعني من الاخر ايقاف كهربا، انه كهربا يكون خارج المباراه، ودي كانت النقطه اللي هي كانت الفاصله في الموضوع بالنسبه لنادي الزمالك. الاهلي كان موقفه مش معلن فيما يخص موضوع كهربا، ولكنه النادي الاهلي خد طرق قانونيه للوصول انه كهربا يكون موجود. لجأ للقضاء الاداري، رفع قضيه انه لجنه الانضباط موقفها غير قانوني. حصل قبل اجتماع لجنه الانضباط انه محكمه القضاء الاداري حددت جلسه يوم 14 مايو، فبالتالي النادي الاهلي قدم طلب بيطلب فيه من لجنه التظلمات ارجاء نظر هذا التظلم لحين الفصل في هذه الدعوه. وبناء على هذا الكلام طبعا لجنه الانضباط خدت قرارها بتأجيل نظر هذه القضية، يعني قضية كهربا تحديدا، علشان يقرر نادي الزمالك ان هو خلاص مش هيسافر. وشفنا اللي حصل امبارح انه نادي الزمالك بلغ اللعيبة ان ما يروحوش المطار والكلام ده كله. في الاتجاه الاخر اتحاد الكورة كان هو اللي في مرمى النيران في الفترة دي وفي الساعات دي. اتحاد الكورة خلينا اقول لك مجموعة كبيرة منه ما كانوش يتوقعوا انه نادي الزمالك هينفذ كلامه ويعتذر عن مباراه السوبر، وكان الهدف
في اليوم اللي قبله انه لجنه التظلمات تجتمع تلبيه لرغبه نادي الزمالك في محاوله لتهدئه الاجواء، انه احنا لبينا الرغبه باجتماع لجنه التظلمات لكن احنا القرار مش في ايدينا، علشان يظهر انه اتحاد الكره بيحترم نادي الزمالك زي ما بيحترم اتحاد الكره وجميع الانديه. لكن اللي حصل انه نادي الزمالك بعد القرار ده شاف انه الموضوع بالنسبه له مش ده اللي كان عايزه، وشايف ان في رؤيه غير واضحه في الموضوع اللي حصل، موضوع كهربا. اتحاد الكوره علشان ينهي هذه الازمه علشان يشوف البديل، نادي الزمالك كان امبارح طلع فيديو فقط ظهر فيه رئيس النادي بيتكلم عن موقفه، فعلشان يضع حد لهذا الموضوع ارسل خطاب النهارده لنادي الزمالك بيقول له فيه انه آخر مهلة ترد علينا قبل الساعة 3 لغاية الساعة 3 علشان موقفك، نعرف موقفك هتلعب المباراة ولا لا. كان في الوقت ده اتحاد الكرة أرسل كمان خطابات بالترتيب لنادي بيراميدز وأيضا لطلاع الجيش وفيوتشر علشان يعرف موقفهم في حال تأكد اعتذار نادي الزمالك، وده اللي حصل. وباقي القصة اللي حكاها الأستاذ أحمد فيما يخص بيراميدز، لأنه كان الهدف بعد الزمالك مباشرة هو إقناع مسؤولي نادي بيراميدز بالمشاركة، وده اللي حصل. ويعني خلال الحلقة هنقول على موضوع العقوبات والكواليس اللي حصلت فيها. عظيم جدا. طيب مطوع، من الحاجات اللي احنا متعودين عليها في الرياضة المصرية أو كرة القدم المصرية أنه عادة تهديدات الانسحاب من أي نادي بتبقى تهديدات الهدف منها الحصول على بعض المكاسب بعيد عن الانسحاب، يعني تمام. تصورنا انه هيبقى انسحاب او اعتذار مؤقت انه الزمالك بيضغط لسبب ما وبعد كده هيلعب المباراه، حتى لما كان بشكل شخصي لما كان حد بيسالني اقول له انا اتصور انه في الاخر بعد كل ده الاهلي والزمالك يلعبوا مباراه السوبر، متعودين على حاجات شبه كده وفي الاخر المباريات بتتلعب. اشمعنى المره دي الزمالك كان قراره حاسم جدا بالاعتذار او الانسحاب عن هذه المواجهه؟ طيب انا هاخد من كلام الاستاذ احمد جلال وصديقه حسام في النقطه اللي اتكلموا فيها ان الامر اصلا في الزمالك كان منتظرين لجنه التظلمات الموقف بالنسبه لها هيكون ايه، وتم ابلاغ لاعيبه الزمالك على جروب الواتس بالنسبه لهم احنا مسافرين ولكن انتظروا اي تعليمات جديده هتتقال لكم هنرجع في كلامنا، ممكن نرجع في كلامنا. وانا مش عايز اقول لك كريم ان بعض اللعيبه كانت في الطريق فعلا للمطار ورجعوا من الطريق مره اخرى عشان جات لهم التعليمات ان مش هنسافر النهارده. الزمالك يعني كان خلاص يعني في نيه ان هو للسفر، لحد ما بدا مجلس الزمالك ورئيس الزمالك شعروا ان لجنه التظلمات مش هتاخد القرار اللي كانوا منتظرينه، لان قبلها بيوم كان الكلام في المجلس وكان الكلام لاعضاء النادي والانصار رئيس النادي ان في قرار هيتاخد والقرار هيكون في صالح نادي الزمالك واحنا هنشارك في السوبر بشكل طبيعي لان ده هيبقى انتصار للموقف بتاعنا. لما بدات الامور توصل للساعه 8 للساعه 9 مفيش اي قرار، تم صدور الامر لتاجيل السفر للصبح مع ابلاغ اللاعبين هيبقى فيه تدريب وممكن نسافر بعدها. جه الامور خلاص والقرار طلع وزي ما شفنا القرارات اللي طلعت، فخدوا القرار ان مش هيبقى فيه سفر واعلن رئيس الزمالك كده. كان الكلام النهارده ان في ضغوط ان ممكن الزمالك يسافر، يبقى في اي محاولات لسفر الزمالك، ولكن كان مجلس الزمالك خد القرار وحسم امره بشكل نهائي، لا احنا مش هنسافر خلاص، احنا شايفين الامر على حد تعبيرهم هم ان مسرحيه مش هينفع نشترك فيها. طيب مجلس اداره نادي الزمالك لو ما كانش فيه هذا المسانده او الدعم الجماهيري بالاعتذار عن هذه المواجهه كان اتخذ هذا القرار، ولا هو برضه شايف انه كون انه الجماهير موافقه على ده او مرحبه بده او الغالبيه العظمى منهم مرحبين بده فناخد القرار؟ طيب هجيبها لك بطريقه تانية، ان احد الاسماء المعارضه الكبيره لمجلس الزمالك وكنت بتكلم معاه في النقطه دي قال لي قرار صعب على اي حد انه ياخده، بالذات في ان انت مسافر بره ماتش زمالك واهلي كاس سوبر الناس كلها مستنيانه. قال لك انا لو في مكان مجلس الزمالك انا ممكن ما اخدش قرار زي ده مهما كانت الظروف المحيطه، لكن دعم جمهور الزمالك ومطالبته والضغط المستمر ادى للزمالك او لمجلس الزمالك ظهير ومسانده قويه ان اي قرار هتاخدوه احنا معاكم بس ما تتراجعوش عن قراركم في الاخر. وده يمكن النهارده كان جمهور الزمالك خايف ان يحصل اي تراجع كريم من جانب مجلس اداره الزمالك، وكان في يعني قلق كبير رغم الفرحه اللي كانت بالنسبه لهم بعد القرار امبارح، كان في النهارده خوف ان يحصل اي تراجع. وطلع بعد الكلام ان حصل اتصالات مع شركه الراعيه لتعديل موعد تذاكر السفر والكلام ده كله قلق مع الصوره اللي انتشرت للجنه الكره واجتماعها النهارده. البعض ذهب ان مجلس الزمالك قد يجد ان هذا مبرر ويقول ان لجنه الكره طلبت بالمشاركه في المباراه،
فكل الامور دي كانت عامله زي قلق لجمهور الزمالك لحد حسم مجلس الاداره الامر وقال ان هو مش هيلعب هذه المواجهه. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نواصل خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب استاذ احمد، عايز اسالك على العقوبات المنتظره والكلام في، كنت لسه بتكلم مع استاذ ابي الكومي على فكره الانسحاب والاعتذار، حتى وانا بتكلم انه الزمالك انسحب ولا اعتذر، انا كمان مش عارف هي لائحيا هنا الزمالك انسحب ام اعتذر، ولو انسحب فدي عقوبتها ايه، لو اعتذر فدي عقوبتها ايه. اولا يعني لو تلاحظت الفيديو اللي قاله رئيس نادي الزمالك قال احنا بنعتذر مش بننسحب، وقالها كذا مره. طب الاعتذار والانسحاب ايه؟ لو غيت يعني لو الزمالك مثلا قرر يعتذر الخميس الصبح ده يعتبر انسحاب. ليه؟ ما فيش حد هيقدر يجي، خلاص انت هتجيب امتى حجوزات والناس صح. تروح امتى وتسافر امتى صح. فده بيعتبر انسحاب لان انت حطيت الناس كلها في كورنر ومش هيقدر يتكلم والمباراه هتروح حساب للاهلي بس. فبالتالي يتم حرمان الطرف المنسحب من خوض بطولتين سوبر يكون متاهل ليهم. يعني انت ما ينفعش انت تكون خارج من الموسم خاول وفاض وتيجي تقول لي اصل انا كده مش هتحسن، خلاص العقوبه بتاعت الموسم لازم تكون متاهل وتحرم من المشاركه. صحيح تمام. وغرامه مليون جنيه. حلو. طيب توضيح مهم. اذا اعتذرت، الاعتذار ده اللي هو ايه؟ اللي هو النهارده لغايه بكره او النهارده الاربع كده يعتبر لغايه الاربع بالليل ده يعتبر اعتذار. ادام اتحاد الكوره كمان عارف يوفر البديل، بقى في بديل هيلاعب الاهلي بالظبط. فبالتالي ده هيبقى الحرمان لمده سنه واحده وغرامه نص مليون جنيه. طبعا يدخل في دائره الانسحاب ان انت نزلت الملعب واعترضت على طبعا. حاجه او خرجت من الملعب، ده برضو يعتبر ده الاصل في الانسحاب. توضيح مهم جدا. فده دي النقطه الاساسيه اللي تم يعني التفرقه بينها. نقطه ثانيه، يعني الموضوع ده النهارده دخل في عندي جامد قوي. ايه؟ ان انت تقول قدامكم ساعه واحده وترد عليا، بتفكرني بقصه رمضان صبحي. قدامك ساعه واحده وترد عليها، انت هتمضي لينا في الاهلي ولا لا؟ فطبعا الزمالك اعتبر ده نوع من الاهانه واستكمال للتصعيد ضده، حتى البيان اللي طالع ان احنا نرفض هذه اللهجه جمله وتفصيلا. بس استاذ ايهاب كومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره من شويه كان بيقول حاجه منطقيه برضو، اللي هي انه انا عايز بس اخد قرار حاسم من الزمالك او من بيراميدز عشان اشوف حجوزاتي وسفري وتاشيراتي. يعني اصل الموضوع برضو اعتراض على المسائل، لان الزمالك اعترض على اللهجه او الطريقه ان انت بتقول لي قدامك ساعه واحده، حتى ان بعض الناس قال لك لا احنا قلنا الساعه واحده، ان انا قدامك لغايه الساعه 3. طب الساعه كام في ايدك؟ الساعه 2. طب هي ساعه ما بقت الساعه 2 هي ساعه بالظبط. هي فاهم قصدي؟ برضو انا للامانه يعني برضو الواحد يكون منصف، لا هذه الطريقه لم تكن موفقه من اتحاد الكوره. فانت شايف قدامك مشهد عبثي ولم يكن هناك من يديره بحكمه واقتدار. صحيح. طيب حسام، العقوبه بقى من وجهه نظرك او مش من وجهه نظرك، لائحيا العقوبه بشكل واضح، وليه العقوبه اتحاد الكرة أجلها؟ يعني مش مجرد ما الزمالك أعلن انسحاب فاتحاد الكرة قال لك العقوبة كذا على طول. تمام. لسه القصة عايمة شوية. تمام. طبعا احنا معانا المفروض صورة اللايحة الخاصة بالعقوبات. زي ما قال الأستاذ أحمد اتكلم الفرق بين الاعتذار وبين الانسحاب، علشان كده النهاردة في الاجتماع معانا الصورة احنا بنعرضها. هتقولنا هنا يا جماعة عشان نشوف. في طبعا البند الخاص بالاعتذار 500,000 جنيه. طب تعرف تقول لي انهي واحد عشان خط صغير؟ طبعا اهو رقم 7، البند رقم 7. في حاله الاعتذار عن مسابقه كاس السوبر وتحتيها على طول الانسحاب من كاس السوبر. اللائحه دي انفراد لينا في البرنامج بنزعها. ممتاز. وطبعا حرمان عامين ده في الانسحاب. في حاله الانسحاب حرمان عام فوقيها في حاله الاعتذار. وطبعا 500,000 جنيه غرامه. 500,000 جنيه. وفي حاله الانسحاب مليون جنيه. هايل. طبعا الاتحاد الكره في الاجتماع النهارده اتكلم في الموضوع واعتبروا ان الزمالك اعتذر وليس انسحب. للكلام اللي قاله الاستاذ احمد طبعا انه لسه في وقت، وكمان علشان الامور لا تتفاقم مستقبلا يعني. طب يتم اعلانها بعد المباراه عن طريق لجنه المسابقات، لانه ده طبعا مباراه، فبالتالي بعد المباراه بتطلع العقوبات المترتبه عليها، منها طبعا موضوع الانسحاب، فبالتالي العقوبه هتكون بعد مباراة كاس السوبر. حلو. دي لائحيا كلام باللائحة بيقول انه الزمالك اعتذر عام ايقاف عن المشاركة في السوبر و500,000 جنيه. هل الزمالك
هيقدر يخش في هذه العقوبه ويلغيها باي شكل من الاشكال؟ هل له دفعات او حاجات قانونيه او اداريه يقول والله انا مش هنفذ العقوبه ديت عشان 1 2 3 4؟ لا هو حتى الان لا. وزي ما قال الاستاذ احمد هو رئيس النادي كان بيصر في الفيديو ان هي اعتذار مش انسحاب. هو عارف النقطه دي، بس هو رئيس النادي او يمكن الزمالك مجلس الزمالك بيلعب في نقطه واحده، هل اتحاد الكره هيقدر يعمل العقوبه دي في الموسم الجاي؟ يعني لو الزمالك خد كاس مصر السنه دي والاهلي خد الدوري ودي وده هيبقى كاس سوبر جديد، وفي ظل ان انت متعاقد مع الامارات لمده سنتين لاقامه السوبر، هتقدر تغامر بفريق تاني يقابل الاهلي او اي فريق يقابل الاهلي تاني غير الزمالك؟ خاصه هيتوقف الامر ده على نجاح مباراه يوم الجمعه المقبل بين الاهلي وبيراميدز، هل هتلقى نفس النجاح لو كان الاهلي والزمالك موجودين ولا لا؟ فاعتقد ان يعني مجلس الزمالك بيلعب على النقطه دي، لكن هو عارف ان الامر لو احيانا الموضوع منتهي، عشان كده كان بيصر دايما على كلمه اعتذار وليست انسحاب. اعتذار مش انسحاب، لا طبعا، ومتفاهم هو العقوبات اكيد طبعا تأصر. ما هو ما كانش اصر عليها يعني تحديدا، وزي ما الاستاذ احمد قال هو فعلا في الفيديو اكثر من 3 مرات بيؤكد هي اعتذار وليس انسحاب، اعتذار وليس انسحاب. الاهلي بقى موقفه ايه في كل اللي بيحصل ده؟ الاهلي اصلا عجبتني جمله دلوقتي محمد نورها لي في دماغي، اللوائح لوائحنا، الورق ورقنا، دفاتنا، والقوانين قوانيننا، وانا ممكن اخلي اللائحه تتغير السنه الجايه، وارد. ما انت السنه دي غيرت اللائحه، خليت كل عقوبه منفصله. يعني اللي يتعاقب في الدوري غير اللي يتعاقب في الكاس، غير اللي يتعاقب في كاس السوبر، غير اللي يتعاقب في كاس الرابطه، في كل بطوله لوحدها. طب ما حد سأل نفسه ليه اللائحه دي اتغيرت؟ ليه؟ لان اللعيبه كانت بتروح للحكام قول له انزل اديني انذار ثالث عشان ما العبش الماتش الجاي كاس الرابطه، عشان ما العبش الماتش الجاي كاس مصر، عشان ما العبش الماتش الجاي كاس. والله بص هي دي وجهه نظر منطقيه. لا ده انا بقول لك دي معلومة. طيب بس دي بس والهالي مسؤول حالف اتحاد الكوره واحمد مجاهد رئيس اتحاد الكوره السابق، وبالتالي تم تعديل اللائحه بسبب هذا التصرف من بعض اللاعبين اللي هم بيحاولوا ان هم يخلصوا انذاراتهم بماتش الكاس بره القصه، او ماتش يعني ايه ماشي تمشي الدنيا. طبعا معلومه منطقيه جدا وذكيه جدا، بس في نفس الوقت احنا ما شاء الله عندنا كل البطولات داخله في السنين في بعض، فانا لو انا برضو اللي بحط اللي بشرع لازم كل بطوله تبقى عقوباتها لوحدها، عشان احنا 2021 بيتلعب في 2027 و22. ما نسال نفسنا سؤال، مثلا انا تعاقبت النهارده في كاس السوبر وخدت 3 ماتشات طرد، هتعاقب امتى في الثلاثة السوبر اللي جايين بقى؟ طب افرض انا ما بفيش سوبر، اعتزلت اصلا او اعتزلت يعني على التالت كنا اعتزلت. انا الامانه سالت حد من الورق، سالت برضه المسؤولين بنفس السؤال اللي سالته لك، كانت الاجابه طب افرض جاله رباط صليبي ومبطل كوره؟ لا ده دي اجابه وحشه قوي يعني بقول لك دي اجابه وحشه قوي. وقالوا لي سؤال حلو بس اجابه وحشه قوي. قالوا لي ان نفس القصه، احنا عملنا اللائحه او المنفصله في كل مسابقه بسبب الموضوع ده. في النهايه اللي خلينا فتحت الموضوع ده ايه؟ اللائحه ممكن تتغير صح، بس فممكن الزمالك اصلا ما يتلاقي العقوبات دي، خلاص احنا هنشيل العقوبه ويعتبر كاس السوبر ده كان على فكره موجود من الاول بطوله فخريه وبطوله تجاريه، فما حدش بطوله شرفيه بتبقى في بدايه الموسم. خلي بالك اول كاس سوبر اول نسخه الاهلي انسحب، الاهلي انسحب ولم يعاقب ولعب بعد كده، ما كانش فيه خمس اللايحة. خمس اعتذار ده خمس اعتذار خمس نسخة. طب بالمناسبه خمس اعتذار ده خمس اعتذار في السوبر، اللي كان بيلعب بديل بيكسب ولا ما بيكسبش؟ ولا مره حصلت في الاربعه اللي فاتوا ان البديل كسب. يعني بيراميدز تاريخيا حظه مش هيبقى حلو، حاجه من اتنين، حظه مش هيبقى حلو، يا هيكون اول فريق طبعا يكسب يا اما هيكمل نفس السلسله اللي حاصله انه يكون خامس فريق يدخل بديل والبديل اللي بيدخل طرف عن البطل اللي كان موجود ما مين دخل بديل كده؟ مقاولين اعتقد، غزل المحله اعتقد دخل بديل، دخل المقاولين في اول نسخه ودخل وغزل المحله لعب برضو وام بي لعب في نسخه بدل نادي الزمالك كان رفض يطلع يستلم ميداليات ولعب مكانه صح. دي كان الاعتذار ده هو خامس نسخه من ال 20 النسخه في النسخه رقم 20. لسه مكملين مع حضراتكم، هنروح لفاصل، بعد الفاصل نواصل، خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني الاساتذه الكبار الاستاذ احمد جلال، الاستاذ حسام زايد، الاستاذ محمد مطوع. ومطوع هسالك سؤال دلوقتي في منتهى الاهميه، غير خالص كل الحاجات اللي اتكلمتني عنها في الكواليس، عشان انا بس السؤال ده عايز استغل وجودك استاذ احمد جلال واستاذ حسام زايد. هو امام عاشور رايح فين؟ امام عاشور رايح فين؟ طيب يعني باخر معلومات عندنا حتى الان، امام عاشور
عايز يكمل احتراف بره بس ما يكملش في ميتلاند الدنماركي. هو علاقته هناك والتأقلم بالنسبة له زيرو. هو مش عاجبه الوضع هناك. إمام اتكلم مع كان حاضر العزومة الخاصة مع الونش اللي عايز عملها في الكافيه الخاص بتاعه هو ومحمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز. اتكلم مع لعيبه الزمالك كلموه فتحوه انت اتكلمت مع الاهلي قال لك لا حد كلمك اقسم لهم ان ما فيش حد كلمه العهده على امام عاشور اقسم لهم ان هو ما حدش كلمه وقال لهم انا لو رجعت مصر بالنسبه لي الاولويه الزمالك ولكن انا في خطوه مع الوكيلي بنشوفها ان انا اكمل بره. ايه الخطوه ديت ما بين تركيا ما بين حاجه ثانيه لسه ما حددش مصيره. الساعات الاخيره بدا في كلام من انديه تانية. بيراميدز دخل في المفاوضات يمكن انا كنت بتابع البرومو بتاعك والاخبار وانت قلت المعلومه ديت بيراميدز فعلا يعني بدا يحط امام عاشور في حساباته بقوه انه يكون موجود معاه الفتره المقبله ولكن حتى اللحظه اللي بكلمك فيها مفيش حاجه رسميه بالنسبه لامام عاشور. فكرني عايز اقول حاجه بخصوص يعني اتفضل افتكرت حاجه اتفضل. في 2013 كنت مع كنت مسافر تبع الجورنان عندي مع بعثه الزمالك يعني كان في مباراه في الكونغو يعني كان فيريرا وقتها هو المدير الفني فييرا ابو ياسين بالظبط. المهم كان وقتها في كلام على لاعب في الزمالك انه مضى للاهلي وحد من اللعيبه زمايله في الفرقه قال لي يعني قال لي فعلا مضى وخد مقدم وكان باك ليفت. فالمهم رحت ايه كان صبر لحيف سألته قال الخطير برضه خلاص بقى يعني هنسهر خبي خلاص قال لي والمصحف ما حصل قال لك المصحف ما حصل ده مين اللي قال لك طلع عمل لقاء تلفزيون قال لك اهلي مين 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 صبري طب انا هقول لك انا صبري قابلته اليوم دوت في النادي قبلها لعيب محترم ومهذب لا 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 انا بتكلم بس على مبادره المفاوضات بالظبط ما تصدقش كل حاجه لا صبري اقسم لي انا والله وقفت بقول له يا صبري انا بغطي زمالك من 2009 يا كريم قلت له يا صبري موضوع الاهلي قال لي والله حرفيا عمل كده يا عم اهلي ايه قلت له الكلام جامد انك رايح الاهلي قال لي والله العظيم ما حصل الكلام ده ولا هيحصل سافر مع الزمالك ورجع خلص راح الاهلي ساعتها ممكن ما كنتش حصل فعلا يعني الراجل ممكن يكون صادق وقتها وبعد كده هو كان ماضي من نص الموسم اصلا كان ماضي بس ما فيش دخان من غير نار وبالنسبه لنا احنا كصحابه لا هي فتره المفاوضات وفتره الخطوبه ما تصدق ايوه مش فيها اي حاجه الكلام اللي بيتقال حسام مش هيروح النهارده خلاص لا بقى مش فتره الخطوبه انا عايز اتكلم في فتره الخطوبه استاذ جلال بالنسبه لامام عاشور موقفه ايه؟ يعني فكره ان انا مش مستريح في مثل الدنماركي انت قعدت قد ايه؟ انت راح في يناير احنا دلوقتي في مايو وهو مصاب بقاله اسبوعين يعني هو ثلاث شهور هي مشكلة إمام زي مشكلة الكثيرين كرة القدم ليست المستطيل الأخضر فقط لا هي صح. فكرة إن أنت تتكيف وتتلائم وتتعلم اللغة وتشوف الدنيا فيها إيه تستحمل وتتحمل بالظبط لأن أنت بدأت كويس وإن الأضواء تتشمل عليك شوية عمرو زكي بدأ بداية رائعة مبهرة مع ويجن طبعا شوط يعني دوره أول جايب حوالي 11 هدف ثم اختفى وتورى تماما والراجل ستيف روس اللي كان طاير بيه رجع مصر وبدأ قصة إن أنت مش منضبط ومنفرد وقصص كتيرة جدا صح. في ومش يعني الانضباط مش موجود والنظام مش موجود ده اخطر حاجه قدام المدرب مهما كانت قدراتك ومهاراتك المدرب عايزك تديله 7.5 8 ما تديلوش 9.5 10 ثم تديله 0 لا عايزك تديله مستوى ثابت ان انت دايما متطور وفي نفس الوقت عندك الحد الادنى اللي يخليك تبقى موجود في الملعب انما انت ما فيش تدريب ما فيش انضباط ما فيش مواعيد قدرتك على التكيف والتلاؤم مشكله ده ابراهيم سعيد في قمه عطائه وكان احسن واحد من احسن لعيبه مصر لما راح لنادي ايفرتون الازمه كانت ايه انه صبغ شعره احمر ورايح ليفربول اللون ده مشكله في ايفرتون الدربي فالراجل الراجل المدرب قال له انت كويس جدا فبالنسبه لشعرك الاحمر لو انت مصر تصبغ شعرك فبصبغه ازرق عشان احنا بنلبس اللون الازرق فكرة ان انت تتلائم وتتكيف صح. مع اللغة صح. ده محمد صلاح صح. محمد صلاح راجل عارف بيعمل ايه اشتغل على نفسه كويس قدر يتكيف ويتلائم ويكون صداقات واللغة اهم عنصر انت عارف مين لاعب وليك لما تقعد 3 4 شهور وانت مش عارف تتعامل بلغة اهل هذا البلد او اللغة الحد الادنى اللي هو اللغة الانجليزية مشكلة انت فاكر احمد حسن كوكا لما سافر البرتغال كان بياخد راتب قليل جدا راتب قليل جدا جدا يعني ما عندوش مدرب زي ما انت عارف ايه يعني. هم في البرتغال زي ما انت عارف بالظبط يعني. وبيته كان اول ما خد القصه دي كان واخد بيت واتحرق وحصل له ظروف صعبه يعني ظروف تخلي اي لاعب يقول لك لا يا عم انا مالي انا باوروبا ديت انا هرجع ما كنتش بلعب اساسي و
الراجل ما مش عامل مسيره اوروبيه زي محمد صلاح، بس عامل استمراريه كبيره في اوروبا 12 سنه بالظبط كده. استمراريه غالبيه يعني اللي يعني بينجح ما بيكونش لاعب اهلي وزمالك على المستوى الاول يعني. محمد صلاح، محمد النني، احمد المحمدي ليه مسيره كبيره في انجلترا، كوكا ما لعبش اهلي، احمد حسن ما كانش لاعب اهلي وزمالك صغير بالظبط، احمد حسن ما كانش لاعب اهلي وزمالك، عبد الظاهر السقا يمكن دول من ابرز النماذج، ستار صبري من دول من افضل الاسماء اللي لعبت على مستوى الاحتراف الاوروبي، ما كانوش لعبوا للاهلي والزمالك، مش بيطلع ما بيحسش بقى بنقص النجوميه اللي كانت كريم عنده. يعني استاذ احمد قال جمله بس عايز احكي لك بيها قصه خاصه بامام عاشور، قال لك هو قعد قد ايه عشان يعني يبدا يتكيف او يتلائم. فيريرا، بما انك كنت جايب روي اجواش من شويه، فيريرا اجتمع بكابتن من كباتن الزمالك السنه دي، كان عايز امام عاشور في نهايه الموسم الماضي اسف، اجتمع وكان عايز امام عاشور يمشي السنه الجايه، فالكابتن ده بيقول له طب ليه؟ قال له امام عاشور ده لعيب كره كويس جدا بس عقليته، مع كامل الاحترام لامام عاشور، قال له عقليته محتاجه اللي يديرها صح، لانه يا اما السنه الجايه يلعب في نادي كبير جدا في اوروبا، يا اما هيكون بيلعب في الدرجه الثانيه هنا في الدوري المصري. خطيره دي، قسما بالله حرفيا الجمله دي اتقالت للكابتن من كباتن نادي الزمالك في نهايه الموسم الماضي، لما لو تفتكر لما الزمالك كان اتغلب وجاء امام عاشور عامل شعره وسابق شعره وحصلت الازمه دي، قال له حرفيا كده للكابتن ده، قال له لعيب كوره جامد جدا ومن افضل اللعيبه اللي انا دربتها، ولكن لو ما لقاش حد يدير له دماغه بالشكل المظبوط السنه الجايه يلعب في نادي كبير، لو حد ادار له دماغه صح يا اما هنشوفه في الدرجه الثانيه في الدوري المصري. طيب قبل ما اسيبك بقى، اوباما وحارس جديد لنادي الزمالك، سمعت ان الزمالك بيشوف حارس اخر وبيفكر في عوده اوباما. طيب بالنسبه لعوده اوباما نبدا بيها، اوباما يعني في اجتماع داخل لجنه الكره ان هو يرجع، ولكن في شرط وحيد لعوده اوباما وهو تعديل عقده، لان عقد اوباما من العقود الكبيره جدا في الفريق، والزمالك عايز ينزل بالعقود بسبب الازمه الماليه اللي موجود، فاوباما لو هيرجع وهيوافق على تعديل عقده انه ينزل بيه هيكون موجود السنه الجايه في الزمالك، ما وافقش اوباما مكمل في الحزم في الدوري السعودي. عظيم. موضوع الحارس، اذا احمد عبد المنصف عايز حارس ثالث موجود معاه، خاصه في ظل ما اهتمش حسم التجديد لصبحي وعواد وقد يرحل احد الحارسين، والعين راح على احمد ميهوب حارس غزل المحله بعد المستوى المميز اللي قدمه السنه دي في الدوري، ولكن بيتم متابعته وهيعرضوا الامر على خوان كارلوس اسيريو. مطوع انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ونورت حبيبي استاذ احمد كالعاده، بتشرف وبتنور. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا حسام، نورت الدنيا. شكرا شكرا حبيبي. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب يصلح الحال، يا رب الهدوء. الدعوه دي بدعيها من زمان، بقى لي مثلا 15 سنة أو أكثر من 15 سنة، ويا رب نتكلم في الكورة. أشوفكم يا رب على ألف خير.